تمام خلاص نبدا كده نبدا هالو نبدا ايوه نبدا اه ان شاء الله انا عايز بس باكوست عشان اعرف اعمل شير تمام تمام اه طيب حاضر معانا مين مهندس من النقابه بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي الزملاء الاعزاء المهندسين المحترمين بنرحب بحضراتكم في اول ندوه لينا في لجنه الندوات بشبكه اماره طبعا مبسوطين واحنا باذن الله نبدا سلسله من المحاضرات والندوات مع حضراتكم <applause> وخيرنا الاول ندوه نعملها حاجه بتهم المهندسين المعماريين ودايما بتشغلهم الذكاء الاصطناعي طب الذكاء الاصطناعي هيعمل معانا ايه الذكاء الاصطناعي هنقدر احنا كمعماريين نستفيد بيه ازاي احنا كمهندسين عموما نقدر نواكب التطور ازاي وهل احنا بعد كده هيبقى لينا تواجد في السوق طب الاي اي هيروح بينا لحد فين فطبعا الكلام ده كله هنشوفه مع المهندس عمر سليم نرحب بيه المهندس عمر هو مدير لمشاريع نمذجه معلومات البناء قبل طيب اكثر من عشر سنوات موضوع الفيلم وهو مساعد باحث في جامعه قطر ومؤسس مجله بيم اريبيا بيم اريبيا بتشارك بكورسات مجانيه للمهندسين ومحاضرات مجانيه وحاجات كده بصراحه يعني حاجه لطيفه خالص فاحنا طبعا بنتشرف بيه النهارده هنسمع منه الموضوع بتاع الذكاء الاصطناعي وثوره الذكاء الاصطناعي في العماره وبعد كده هناخد تعليقات من حضراتكم وهنفتح النقاش اللي عنده حاجه حضراتكم ممكن يدونها ونبدا ان احنا بنسال عليها في الشات ممكن يرفع يقول ان هو عنده سؤال بنسجل الاسئله دي كلها وبنجاوب عليه اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس وان شاء الله محاضره موفقه باذن الله اتفضل يا باشمهندس جزاكم الله كل خير انا محتاج بس ابقى هوست عشان اعرف اعمل شير محتاج ابقى هوست عشان اعرف اعمل شير طيب مش مهندسه فاطمه الباشمهندس معاك. اه حاضر. الهوست مع مين؟ مهندس مين؟ عبد العظيم؟ لا لا. الباشمهندس عبد العظيم موجود معانا؟ لا انت حضرتك انت هوست برضو ممكن تعمل اه هوست اه ادي 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 المهندس عمر هوست. تمام كده يا باشمهندس لا انا ما عنديش انا هو لسه ما عنديش نعمل شير ترجمة <applause> طيب على ما نبدا ان شاء الله خلينا نسال سؤال كده ايه هو تعريف الذكاء مش بتكلم على الذكاء الاصطناعي يعني لما نقول حد ذكي حد عبقري ايه هو تعريف الذكاء كل واحد يا ريت تكتب كده تعريف الذكاء وكل اجوبه صح ما فيش اجابه خاطئه يعني لما اقول شخص ذكي ايه تعريف ان الشخص ده ذكي تمام شخص عنده سرعة بديهة تمام مظبوط حسب اسلوبه قدرته على حل المشاكل مظبوط القدرة على فهم الطلب وتلبيته والإجابة عليه صحيح قدراته ومهاراته عالية تمام قادر على التفكير والوصول الحل مظبوط يحل المشاكل بسرعة وسهولة الاستجابة الاستجابه يعني لو حصل حاجه هو يقدر يتعامل معاها مش منتظر ان انا اقول له عليها حاجه معينه ثانيه تمام دكتوره هدى انجاز المهام بدقه وسرعه عاليه مظبوط تمام طيب يبقى هي فكره الذكاء الصناعي ان احنا عايزين الكمبيوتر ما يبقاش ثابت ومبرمج على حاجه ثابته لا ده هو عايزينه يبقى مرن لو واجهته مشكله احنا ما قلنالوش عليها يقدر يتصرف معاها يعني أنا ممكن أكون مبرمجه على خطوات معينة، خط سير معين. لو حصل عيب في المسار دوت يقدر إن هو يتعامل معاه ويقدر إن هو يوجد حلول تانية، يعني مش لازم أقعد أبرمجه على آلاف الاحتمالات، لأ أنا ببرمجه على الحاجات الأساسية وهو لو في أي عيب أو في أي مشاكل يبدأ إن هو يغير في الحاجة ديت. فهي دي فكرة الذكاء الاصطناعي، إن أنا عايز حاجة تفكر زي الإنسان، تقرب من تفكير الإنسان. حتى الان هو ما يوصل للفكره ديت لكن بيحاول ان هو يطوروا فكره الذكاء الاصطناعي كل شويه تمام فهي دي فكره فكره الذكاء الاصطناعي ان احنا عايزين الكمبيوتر بدل ما هو عباره عن اله حاسبه بيحسب الارقام وخلاص لا هو يقدر ياخد قرارات ويقدر ان هو يتفاعل مع المشاكل اللي بتحصل مع الذكاء الاصطناعي طيب بدأ سنة كام؟ حد يقدر يفكر معانا كده بدأ سنة كام؟ بداية الذكاء الاصطناعي، احنا ممكن نكون سمعنا عنه في عشرين اتنين وعشرين أو واحد وعشرين لكن هو أقدم من كده بشوية، تتوقع يكون سنة كام؟ من بداية تطبيقات الاوتوميشن ماشي 2018 ماشي من التسعينات ماشي طيب الفكرة كلها لا الذكاء الاصطناعي بدأ من زمان جدا بدأ من سنة الف اربعة واربعين بدأ مع الحرب العالمية الثانية تمام مظبوطه ما انا بتقول الخمسينات هي الفكره كلها ان هو كان في شفره الالمان بيعملوها وبتتغير كل يوم فهم عشان يفكوا الشفره دي كانوا بياخدوا وقت تمام ف اضطروا ان هم يعملوا بقى جهاز ذكاء اصطناعي يقدر ان هو يحل الشفره ويقدر ان هو يتجاوب مع التغيرات اللي بتحصل ويقدر ان هو يحل الشفره فدي كانت بداية الذكاء الاصطناعي يعني هو ذكاء صناعي مش اليومين دول لا ده هو قديم جدا لكن يمكن الفترة اللي فاتت دي أصبح تقدر تستخدمه بكمبيوتر عادي أو باللابتوب تقدر تستخدمه يعني بشكل سهل جدا مش لازم تتعلم برمجة مش لازم تجيب أجهزة عملاقة يعني في الأربعينات والخمسينات كان لازم يكون في جهاز سوبر هيرو عشان يقدر إن هو يعمل حاجة زي كده لكن دلوقتي اصبح ممكن من خلال الموبايل تقدر ان انت تستعين بذكاء صناعي يكتب لك اي حاجه يعمل لك الصور يعمل لك الفيديوهات يعمل لك حاجات كتير جدا بسهوله تامه واصبح تقدر كل تقدر انت مثلا عايز تعمل موقع عليك بذكاء صناعي تقدر تدخل وتاخد حاجه جاهزه وتقدر ان انت تشتغل عليها تمام فهي دي الذكاء الاصطناعي ان انا عندي حاجة تقدر تتعامل مع المشاكل اللي موجودة تقدر تتعلم من المشاكل اللي بتحصل تقدر تجاوب معاها ف... فالذكاء الصناعي بالنسبة لنا هو عبارة عن أداة زي مثلا ما بتجيب برنامج معين وتبدأ ان انت تشتغل عليه تقدر ان انت مثلا تجيب آلة حاسبة تشتغل عليها فهو الذكاء الصناعي أصبح حاجة أساسية تقدر ان انت تستعملها في ان انت توفر على نفسك الوقت يعني الحاجه اللي ممكن تاخد مني 10 ساعات ممكن ياخدها مني في 10 دقايق فنوفرت الوقت دوت اقدر ان انا انجز شغل اكتر اقدر ان انا اوفر وقت معايا واعمل حاجات كتيره جدا في الوقت دوت اقدر ان انا اركز في ان انا اطور التصميم بتاعي يعني بدل ما انا كنت بقعد اعمل تجارب كتيره جدا عشان اوصل لحاجه معينه هو يوفر لي وقت فانا اركز في الحاجات الفنيه في ان انا اعمل تصميم افضل في ان انا اشوف شروط الاستدامه في ان انا اتعامل مع الزبون او الكلاينت او العميل او صاحب المبنى بحيث ان انا اقدر اطور معاه المبنى بشكل افضل تمام طيب هو في مشكله بس ايه احاول ان انا اخرج وادخل تاني بحيث ان يمكن تظبط موضوع كوست، انا اسف جدا بس ايه مش عارف مش ظابط انا بحاول اعمل شير مش راضي طيب في حد ممكن طب الهوست اه يا باشمهندس لان فعلا معلق ومش راضي يعني كل ما بحاول الهوست, الهوست نفسه الهوست يخل... لازم يخليكوا كوست. الكوست هوست الهوست... لازم يخليكوا كوست. طيب انا يعني ممكن حضرتك تخرج وترجع تاني طيب زي طيب بعضه طيب هجرب حاضر Recording in progress. طيب كده في امكان انا اكون الكوست اه ثانيه حضرتك كمل وانا طيب لازم حضرتك تكون الهوست مش الكوست عشان تديني ايوه ايوه ماشي لما انا اكلم حد من النقابه تمام حاضر طيب ففكره الذكاء الاصطناعي اصبح موجود دايما كلنا بنستخدمه مفيش واحد فينا من اللي موجودين دلوقتي غيره هو استخدم الذكاء الاصطناعي سواء مثلا الموبايل بتاعك ايفون فعندك سيري او عندك الموبايل بتاعك الاندرويد فبرضه عندك الذكاء الاصطناعي موجود جواه او ممكن تكون استخدمت مثلا حاجه زي كوبايلوت اللي موجوده دلوقتي مايكروسوفت عاملاها موقع كوبايلوت وحطته دلوقتي في المتصفح بتاعها ونزلته في الويندوز ونزلته في الاوفيس في الوورد والاكسل والباوربوينت فاصبح حاجه اساسيه جدا انت شغال بالذكاء الاصطناعي ذكاء الاصطناعي اصبح حاجه يعني لا غنى عنها وحاجه اساسيه وحاجه موجوده وحاجه ما بتكلفكش حاجه خالص يعني تكلفتها مجرد ان انت تسطب برنامج ممكن تستخدم النسخه المجانيه اللي انت مش دافع فيها اشتراك وتبقى حاجه كويسه جدا تمام العربيات ذاتية القيادة دي برضو بقى فيها ذكاء اصطناعي رهيب جدا بحيث ان هو يحلل كل الداتا اللي حواليه ويعرف اذا كان اللي قدامه مثلا في اشاره او في شخص او في عربيه تانية فيقدر هو يتعامل معاها الذكاء الصناعي موجود برضو في كل البرامج او في كل المواقع اللي احنا بنستخدمها تمام يعني هي حتى شركه اوتوديسك بدات دلوقتي حاجه اساسيه بالنسبه لها انها تستخدم الذكاء الاصطناعي في كل حاجه يعني اوتوديسك وكل الشركات الخاصه بالسوفت وير قال لك انت ممكن تيجي شركه صغيره خالص ما فيهاش غير خمس ست اشخاص ويعملوا برنامج بالذكاء الاصطناعي هو اللي يعمل تصميم وهو يعمل كل حاجه وساعتها يسحب البساط من تحت الشركات العملاقه ديت تمام فاصبح دلوقتي حاجه اساسيه في حد بيقول شات جي بي تي وجيمينوي الحاجات دول من الحاجات الاساسيه اللي بيوفروا علينا وقت كتير جدا جدا وانت شغال يعني ممكن مثلا ايه كان عندي مشروع والعماره بتاعته مختلفه عن العماره العربيه. حاجه مش عربي فانا عايز اعرف الفرق بينها وبين العماره العربيه فدخلت له وقلت له ايه الفرق بين النسب اللي موجوده هنا وايه الفرق الموجوده النسب اللي موجوده هنا ففي ثواني قدر ان هو يوجد لي الاختلافات كنت محتاج اقعد اقرا كتب كتيره عشان اعرف الفرق طب الرمز دوت اللي موجود هنا معناه ايه ف يعني عماره انا مش متعرف عليها ومحتاج ان انا اقعد شهور عشان اتعرف عليها ووفر لي عليها الوقت ووفر عليا ان انا اقرا كتب كتير جدا بدا يلخص لي الكتب والمراجع بحيث ان انا اقدر اوصل للي انا عايزه طيب آه شكرا يا دكتوره انا عند دلوقتي عندي امكانيه ان انا اعمل شير تمام طيب آه بسم الله طيب آه النهارده ان شاء الله هنتكلم على الذكاء الاصطناعي في العماره وطبعا اشكر المهندس محمود العربي والمهندسه فاطمه ودكتور هبه على الدعوه الكريمه امبارح كان يوم 6 اكتوبر ويوم يعني يوم مشهود لازم نحتفل بيه والنهارده اليوم العالمي للعماره اللي هو 7 اكتوبر هو بيبقى الثاني بيبقى اليوم بيبقى اول اثنين في شهر اكتوبر وشعار السنه ايوه الثاني اه صح يا باشمهندس اول اثنين في شهر اكتوبر اول اثنين في شهر اكتوبر وشعار السنه دي كان عماره من اجل الاجيال القادمه ودي نفس اختصار الاستدامه او نفس تعريف الاستدامة وده يعني دعوة عشان احنا نخطط ونصمم مدن إنسانية وتكون صديقة للبيئة ممكن بقى الذكاء الاصطناعي يساعدنا في كده ده اللي هنشوفه إن شاء الله من خلال المحاضرة بتاعة النهاردة طيب قلنا الذكاء الاصطناعي موجود دلوقتي في كل حاجة حوالينا كل البرامج وكل حاجة يعني أي حاجة مش هيبقى فيها ذكاء اصطناعي هتختفي يعني في مواقع كتيرة جدا كنا متعودين عليها وبرامج كتيرة جدا متعودين عليها لكن لما ظهر حاجات في الذكاء الصناعي الناس كتيرة بدأت تسيبها وتروح للحاجات تانية يعني عشان نكون دقيقين شركة ادوب اللي عاملة الفوتوشوب وعاملة أفتر إفكت وعاملة بريمير وعاملة الحاجات دي كلها في شركة تانية بدأت تطلع اسمها رانوي بدأت تعمل منتجات كتيرة بالذكاء الصناعي فبدأ الناس تتجه لهناك فطبعا شركة ادوب بالشركة صغيرة شركة كبيرة فدخلت الذكاء الصناعي في كل البرامج بتاعتها فده إداها قوة رهيبة جدا فالذكاء الاصطناعي اصبح شيء اساسي في كل البرامج وكل المواقع وكل حاجه لان انت ممكن تكون عامل الموقع مثلا بيعمل لك بحث عن الصور طب وليه انا اقعد ادور على الصور وابدا ان انا اعدل فيها و بينما عند موقع تاني بقوله انا عايز صوره مثلا بيت على شكل لؤلؤه وشبابيك مثلا ذهب وحاجات زي كده يطلع لي الصوره دي وخاصه بيا والصلاحيه وال... والملكيه ترجع لي انا فاصبح ناس كتيره جدا بتقول لك لا انا محتاج ان انا استخدم برامج ذكاء اصطناعي لما بيلاقي الموقع ما بيتطورش الناس كلها بتسيبه وتروح للذكاء الاصطناعي فالذكاء الاصطناعي من ايام الحرب العالميه الثانيه اللي هو الان تورنج بدا يخترع اله تفك الشفرات وبدا جون ماكيرسي جون ماكيرسي لما بدا يفكر في موضوع الذكاء الاصطناعي ومؤتمر وهو يعني أول أول ناس جم وقعدوا معاه وكده كان في حدود 10 يعني دعا الناس كلها فالناس قالوا إيه الكمبيوتر يفكر زي الإنسان وبتاع في 10 بس اللي جم ممكن كانوا جايين عشان ياكلوا أو يشربوا شاي أو يتصوروا معاه فما كانش حتى متخيل إن هيحصل طفرة كبيرة جدا في الذكاء الاصطناعي وهو جون ماكيرس هو اللي عمل فكرة أو مصطلح الذكاء الاصطناعي ارتفيشال انتليجنس وبعد كده كان فكرة الذكاء الصناعي طبعا ماشية ببطء شديد جدا يعني عكس دلوقتي يوميا دلوقتي بتطلع حاجات كتيرة جدا في الذكاء الاصطناعي النهاردة مثلا جوجل راحت منزلة عاملة ابديت في حاجة معينة امبارح اوبن اي اي, اي نزلت عاملة تصور في حاجة معينة شركة ابل كل يوم ما بيعديش يوم غير لما نلاقي طفرة حصلت في الذكاء الصناعي كان زمان كل كام سنة تحصل فيها طفرة فمثلا كان بداية الذكاء الصناعي ان الشطرنج لاعب بطل العالم في الشطرنج وكسبه تمام فبطل العالم في الشطرنج كان ذكي جدا فقال حاجه عايزين ناخدها قاعده لينا قال لك الاحسن مش انا ولا ذكاء اصطناعي لا احنا الاثنين نعمل تيم ونشتغل مع بعض تيم واحد وفريق واحد لكن اللي ياخد القرار في الحركه اللي اتحرك هو الانسان يعني انا والكمبيوتر هنفكر وهنتناقش و... و لكن اللي ياخد الخطوه الاول الاخيره واللي هيبقى مسؤول عنها هو الانسان دي فكره الذكاء الاصطناعي فالان تورينج كان عمل تيست كده قال لك عشان نتاكد ان الحاجه دي ذكاء اصطناعي ولا لا خلينا نقول ان احنا هكلم شخص هكلم انا مع حد وانا ما اعرفش ده انسان ولا ذكاء صناعي لو كملت المكالمه للاخر وما عرفتش اذا كان ده انسان ولا ولا روبوت يبقى ده كده نجحنا نجحنا في الاختبار دوت يعني على سبيل المثال انا دلوقتي مثلا معاكم في الزوم في حد دخل وقال انا عايز اسال سؤال ودخل وسال اسئله وانا رديت وهو حاورني وقال وكذا 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 وبعد ما خلصنا المحاضرة نكتشف إن ده مش إنسان ده ده ذكاء صناعي حد مبرمجه إن هو يدخل في المناقشة وإن هو يتكلم وإن هو يصحح المعلومات. ده كده إحنا كده وصلنا لحاجة رهيبة جدا في الذكاء الاصطناعي. كان من ضمن الحاجات الغريبة في الذكاء الصناعي إن في لعبة أصعب من الشطرنج بكتير، يعني القطعة الشطرنج المفروض لها 20 حركة. ده ليه 200 حركة، دي لعبة صينية من آلاف السنين. وأنا شفتها في أفلام صينية كتيرة بس ما بعرفش تلعب ازاي. فهم تحدوا بطل العالم في الشطرنج لكن الفكره واللي عايزكم تتخيلوها ان الناس اللي برمجوا اللعبه دي عمرهم ما لعبوا اللعبه دي وما عرفوش القواعد بتاعتها يعني انا ببرمج حاجه انا مش عارفها طب برمجها ازاي قال له هديك اللعبه وهديك افلام فيديو وتعلم والعب مع نفسك وتعلم من كل الالعاب اللي فاتت فهو قاعد يتعلم مع نفسه وقاعد يتفرج على فيديوهات كتيره وبيسرحها وقعد يشوف القواعد وكده وتعلمها وبدا هو يلعبها مع نفسه وقدر يغلب بطل العالم في اللعبه اللي اسمها جو دي كانت لعبه اسمها ويتشي او جو دي لعبه من الالعاب الصعبه وقدر الكمبيوتر ان هو يتعلمها ويقدر ان هو يتفوق فيها طيب انواع الذكاء الاصطناعي عندنا نوع ذكائي صناعي ضيق يعني بيعمل حاجه واحده يعني انا هبرمجه يعمل حاجه واحده بس مثلا ان هو يعمل لي صور ان هو يعمل لي فيديو ان هو يعمل لي كتابه لو طلبت منه اي حاجه تانية ما يعرفش في بقى الذكاء الاصطناعي العام ان هو يقدر يعمل اي حاجه الانسان بيقدر يفكر فيها فمثلا شات جي بي تي في فكره انه هو يتعامل مع الكلام يتعامل مع الصور في خاصيه الاوبتيكال كاركتر ريكوجنايز اللي هي الاو سي ار اللي هو لو في اي صوره فيها كلام يقدر يستخلص الكلام دوت ويقدر ان هو يديهولي ويقدر إن هو يجاوب على الاسئله. بالمناسبه كان في حد مثلا مفروض في كود تبع حاجه اسمها جي ساس دي استدامة الخاصه بقطر ومفروض في كلام معين انقله من ورقه للريفت. فانا رحت مشغل الاوبتيكال كاركتر ريكوجنايز راح عمل سكان ليها وراح واخد لي الكلام كوبي وقدرت ان انا بدل ما اقعد اكتبه وفر على وقت الكتابه وبدا ان هو لي فالذكاء الصناعي بيوفر وقت كتير جدا معايا في الشغل يعني بستخدمه في الاوتوكاد في, ال... في كل حاجه بتلاقي سهله جدا طيب في بقى الذكاء الصناعي الفائق وده الخطوره ان هو بيطور نفسه بنفسه يعني دلوقتي بداوا يعملوا ايه نوع يعمل ذكاء صناعي يبدا يشوف الذكاء الصناعي اللي موجود ويطور نفسه بنفسه فيبدا يطور نفسه بسرعه عاليه جدا ويبدا ان هو يفكر احسن من الانسان فدي المشكله الكبيره طيب الذكاء الاصطناعي في انواع كتيرة جدا تمام فيها فكره مثلا الذكاء الاصطناعي ان هو تحويل الكلام لصوت ان انا أك... أكل... ان انا اكتب هو يحول الكتابه دي لصوت او ان انا اتكلم فيحول الكلام بتاعي دوت لكتابه دي نوع من انواع الذكاء الاصطناعي في انواع تانية كتيرة جدا اقواها اللي هو تعلم الاله المشين ليرنينج يبقى المشين ليرنينج جزء من الذكاء الاصطناعي يعني الذكاء الاصطناعي ده الامبريلا كبيره وتحتيه تعلم الاله ايه هو تعلم الالي او تعلم الاله هو الماشين ليرنينج ان هو يتعلم اثناء ما انا بشتغل بمعنى ايه بمعنى وانا وانا بشتغل مثلا على الاوتوكاد او الريفت او اي برنامج تاني ببدا ان انا مثلا متعود ان انا احط مثلا سلاله معينه فهو يفهم ان في سلاله متحط هنا في كود مثلا انا شغال عليه اللي هو مثلا ال ان في بي او كود الحريق ففي مسافه معينه بين السلال المهروب هو يتاكد ان الحاجات دي موجوده حتى لو هو نفسه ما يعرفش القواعد لكن هو بيراقبني وبيشوف انا بشتغل ازاي يعني ممكن نحط تعلم الاله ده مع واحد بيسوق عربيه وهو يبدا ان هو يتعلم منه كل خطوه وكل حركه فيبدا يتعلم السواقه اثناء ما الشخص ده بيسوق يعني الشخص ده كل يوم بيسوق العربيه مثلا خمس ست ساعات هو خمس ست ساعات ده كان الذكاء الاصطناعي بياخد درس بيتعلم وده بقى في جهاز واحد لا ده في كل العربيات يعني كل العربيات اللي هي ذاتيه القياده او اللي شغاله بالذكاء الاصطناعي فيها مثلا ألف عربيه كلهم بيتعلموا بحيث ان هو يبدا يطور نفسه ويبدا يعرف يسوق بشكل افضل ويبدا ان هو ازاي يسوق وهو بيوفر بنزين ازاي يسوق ويقلل الحوادث وهكذا فتعلم الاله ده من افضل الحاجات اللي موجوده في الذكاء الاصطناعي ان ممكن مثلا انا متعود كل غرفه اتاكد ان مثلا الحيطه المقاس بتاعها كذا كذا فهو يبدا ان هو يركز على النقط ديت مع الكود مع كذا فانا بالنسبه لي تركيزي كله ان انا اعمل تصميم كويس والحاجات الفرعيه اخليه هو يعملها لي تمام طيب المشين ليرنينج في ثلاث انواع سوبرفايزد ليرنينج ان انا ببدا اقول له دي اسمها كذا ودي اسمها كذا ودي اسمها كذا الانسوبرفايزد ليرنينج ان انا بديله كل حاجه وهو يبدا ان هو يفرزها ثالث نوع اللي هو ان انا اسيبه يلعب ان هو أديله له الحاجه وهو يبدا يتعلم بالتجربه يعني هديله حاجة الحاجه هو يعملها غلط فاقول له لا غلط واخصم منه نقط يعملها صح ياخد نقاط فيبدا ان هو يتعلم بالتجارب الحاجات دي كان زمان بياخد اجهزه عملاقه جدا ومحتاجه مصاريف ومحتاجه منح دلوقتي ممكن نعملها بدون تكلفة خالص زيرو تكلفة هنشوف مع بعض في تطبيقات وبرامج بتخليك تعمل كل الحاجات دي مجانا وبدون اي فلوس خالص وحتى يعني كنت بدي كورس الاطفال عندهم سبع سنين كنت بخليهم يشتغلوا بالماشين ليرنينج ويشتغلوا بالذكاء الاصطناعي ويعملوا حاجات خاصه بيهم طيب السوبرفايزد ليرنينج ان انا هقول له ده تفاح وده موز وده كذا عرفته بعد كده اي صوره تديها له بعد كده هيبدا ان هو يتعرف عليها الانسوبرفايزد ليرنينج انا بديله كل حاجه وابدا ان هو يصنفها لي وبعد كده انا بحط ايه الاسم او الليبل وابدا اقول له كذا هو اللي بيبدا يعرف التصنيفات على سبيل المثال مثلا كحاجه في العماره ممكن اقول له مثلا دي بيوت فيلل دي بيوت كذا دي بيوت كذا طب انا كود اللي هشتغل معاهم في السوبرفايزد ليرنينج لازم اقول له دي نوعها كذا ونوعها كذا ونوعها كذا هبدا ان انا اعلمه لمده مثلا 10 ايام 15 يوم الانسوبرفايزد ليرنينج انا هديله كل حاجه هو يبدا ان هو يعمل ايه كلاستر يبدا ان هو يحطهم في تصنيفات ممكن اللي اعلمه مثلا اديله بيوت كتيره جدا واقول له دي تكلفتها كذا او اتوقع سعر البيع بتاعها من خلال مساحه الجراج من خلال بنسه كام الموقع بتاعها الحمامات عدد الغرف كل الحاجات ديت يبدا ان هو يتعلم بحيث ان لو جات له اي فيلا بمجرد ان انا ادخلت المعطيات يبدا ان هو يقول لي دي هتكلف كام او ممكن مثلا انا عندي مشكله في التسعير كل مره مش قادر اقدر التسعير صح فانا ادربه على التسعير ممكن اخليه جنبي واسعر قدام مثلا 20 مشروع فلو جه مشروع جديد خلاص هو فهم انا افكر ازاي وهو اللي سعر المشروع من غير ما نفتح المشروع وده اللي بيحصل معايا ساعات يعني ساعات مثلا يجي لي عقد مثلا فالعقد كبير بروح رافعه واقول له اوجد لي النقط اللي انا لازم اركز عليها في العقد دوت تمام يعني شات جي بي تي في خاصيه ان انت تقدر ترفع الملفات اي ملف بي دي اف ترفعه وبعد كده تقول له حل لي او وجد لي المشاكل الموجوده في الملف دوت تمام ده مثلا برنامج وموقع جميل جدا هقرره لكم دلوقتي انا بصور صور كتيره جدا يعني ممكن مثلا ايه لو حضرتك مثلا مهندس انشائي تبدا تصور الشروخ اللي موجوده في البيوت وتقول الشرخ ده ده في مشاكل او يتم معالجته بكذا او كذا او كذا فهو اوتوماتيك يبدا ان هو يتعلم من خلال ما انت بتقول لا محتاجة تكتب كود ولا محتاج برمجة ولا حاجة خالص. هنا مثلا الراجل صدام في الزراعة، إن هو بدأ يصور نباتات كتيرة بحيث إن أنت لو قابلت أي نبات غريب أو نبات ما تعرفوش هتصوره بالكاميرا يقول لك نوع النبات دوت. أو يصور المشاكل اللي في النباتات، الأمراض اللي في النباتات. بحيث إن أول ما الكاميرا تصور يقول لك أوتوماتيك المشكلة فيه إيه وهكذا. فده الميزة بتاعته إن هو سهل جدا ما بياخدش أي حاجة خالص. مش محتاج منك برمجه، مش محتاج منك خلاص، ممكن تدربه على صور، ممكن تدربه على فيديوهات، ممكن تدربه على صوت، على حركات، ممكن تعلمه لغه الاشاره. وما بياخدش منك اي مجهود، كل الفكره ان انا بقول له شغل الكاميرا. تمام؟ يعني دي مثلا فيديو كنت انا مشغل الكاميرا. السلام عليكم. وقلت له صورني وانا بشرب قهوه، فاول ما برفع كده بيبدا ان هو يتعرف ان دي بشرب قهوه. وبعد كده بقول له صورني كام صورة وأنا ما بشوفش قهوة. وبعد كده بقى أوتوماتيك أول ما يلاقي الكوباية يعرف إن أنا بشوف قهوة، نزلت كوباية يبدأ يقول لي، ببدأ أدربه وهو بيبدأ بقى يعرف بقى دينو, كافي, دي نو كافيه دي كافيه وهكذا، بيبدأ إن هو يتدرب عليها لحد ما أصبح 100% صح. وأنا عندي بنتين لينو تالية عملت لهم نفس الفكرة. صورت دي شوية صور وقلت له إن دي لين وصورت تالية شوية صور وقلت له دي تالية فقدر إن هو يتعرف عليهم. الموضوع ده ميزته في ايه؟ انت ممكن تستخدمه حاجة جدا، ممكن مثلا ساعه الكورونا كان ممنوع ناس تدخل آه وهي مش لابسه الماسك، فانا ممكن ادربه ان هو كاميرا الفيديو اللي موجوده في مدخل المبنى تصور، فلو لقيت اي شخص داخل من غير ماسك يبدا ان هو يديني تنبيه، ممكن احطها في الموقع يعني موقع العمل نفسه الكونستراكشن احطها، لو اي شخص مش لابس خوذه يبدا ان هو يدي تنبيه يقول في شخص مش لابس خوذه، لو واحد مش لابس الحساب بتاع سيفتي يبدا يدي انذار. فبتلاقي ليها استخدامات كتيره جدا والموضوع سهل يعني ده مثلا تيتشابل ماشين ده معمول للاطفال ان هو بيبدا ان هو يعلمهم ازاي يتعلموا فانا كنت برفع له صور كتيره جدا لقطط وصور كتيره جدا مثلا لاي حيوان تاني كلب مثلا ويبدا يفرق بينهم بنسبه 100% بس لازم ادمرنه عدد كبير جدا من الصور وبعد كده اديله صور هو ما اتدربش عليها عشان يقدر يتعرف عليهم تمام طيب عندنا بقى حاجه اسمها التعلم العميق ده جزء من الماشين ليرنينج اللي هو جزء من الذكاء الاصطناعي التعلم العميق ده نوع من الخوارزميات اللي هو يقدر يفصص او يقدر ان هو يبقى دقيق جدا في المشكله ويوجد حلول للمشكله انا نفسي المبرمج ما يعني انا نفسي كمبرمج ما كانش في دماغي الحل دوت يعني على سبيل المثال كان في كلب و و وذئب زي... الاثنين شبه بعض جدا يعني الناس المتخصصين ما بيعرفوش الناس المتخصصين ما بيعرفوش يفرقوا بينهم تمام طيب. فهو قدر يفرق بينهم بنسبه 100% اه ان شاء الله انا عايز بس ابقى كوست عشان اعرف اعمل شير <تلتلطل> طيب الديب ليرنينج فكرته ايه؟ ان انا عندي خلايا عصبيه كتيره فبيبدا يحلل الحاجه، الخلايا العصبيه اللي هي الديب ليرنينج ديت. طيب انا عندي الصوره ديت ماشي؟ آه هو بيبدا ان هو يحلل كل حاجه فيها بيبقى زي الخلايا العصبيه اللي موجوده في العقل الانسان كل كل خليه بتبدا تحلل الحاجه وتبدا انها توزنها وتبدا انها تقول مثلا بنسبه كذا دي مثلا آه صوره بتاعت بارا دي صوره مثلا لعربيه وهكذا. الخلايا العصبيه دي نفس فكره الخلايا العصبيه اللي موجوده في الانسان يعني هم قعدوا يفكروا واوجدوا نفس الفكره بتاعه الخلايا العصبيه اللي موجوده في الانسان تبدا تحلل البيانات يعني فكره الكلب والذئب لما حللوها في 100% اكتشفوا ان هو ما ركزش على الحيوان هو ركز على الخلفيه قال لك الكلب الخلفيه بتاعته هتكون بيت فلما بيلاقي الخلفيه بيت بيقول ان ده كلب الذئب عاش في الجليد فلما بيلاقي الجليد او بيلاقي الصحراء بيبدأ يقول إن دي ذئب فهو استنتج حاجة أو اشتغل في حاجة إحنا ما نعرفوش فلذلك ما نقدرش نستعين بالديب ليرنينج بشكل قوي في الحاجات الحربية أو حاجات الجيش لأنه ممكن ياخد قرار سيء مثلا يقول لك أنا ممكن أموت نص البشرية عشان نص البشرية التانية يعيش فياخد قرار مثلا بحاجة سيئة فلازم يكون إيه أنا اللي بلعب اللعبة النهائية أو أنا الوحيد اللي ليا إن أنا آخد القرار تعال نشوف كده مثلا ديت دي مثلا احنا كنا بنتكلم عليها ان هو هنا بيعمل كلاستر ويبدا يشوف الحاجات اللي جنب بعض ويبدا يديها لون تمام فممكن يكون عندك كميه داتا جدا بس انا مش قادر اعرف ايه العلاقه بينهم فممكن ندي له مثلا كميه مباني كتيرة جدا ويبدأ يبدا ان هو يوجد العلاقه بينهم ممكن اديله له موضوع ماتيريال كتيره وهو يبدا يقول لي افضل ماتيريال اقدر استخدمها ايه هو هنا بيعمل كلاسترات يعني اول ما يلاقي حاجه بعيده يبدا يديها لون مختلف دي فكره الكلاسترات انا اديته الداتا وما عرفتوش ايه ديت وهو بيبدا ان هو يحاول يتعرف عليها ويحاول ان هو يكتشفها. تمام اول ما بيخلص المجموعه ديت بيبدا يدي لون ثاني لباقي المجموعات. طبعا انت ممكن تتحكم في حجم يعني ممكن تخلي دول مثلا مجموعه ودول مجموعه او تخليهم كلهم مجموعه واحده. طيب دي دي مثلا الذكاء الاصطناعي هنا عملنا نوعين بيحاربوا بعض، نوع مثلا بيمثل الجيش ونوع بيمثل جيش تاني أو لصوص وشرطة وبيتعاملوا مع بعض. فهو كل واحد فيهم بيعمل خطة، كل مرة فيهم بيعمل خطة، فالتاني يعمل خطة مضادة وهكذا. قعدوا يعملوا حاجات لدرجة إن هما حاجات المبرمج نفسه مكانش عامل حسابه فيها. فدول مثلا كانوا الأحمر كان بيطلع بده تمام؟ فراح إيه دول بدأوا يسرقوها قبل ما يبدأوا اللعب. بدأوا يغشوا وبدأ يسرق دي قبل ما يستعين بيها. قعدوا يطوروا بعض لحد ما وصلوا لفترة ذكاء مرعبة، يعني هنا الأحمر بدأ إن هو يطلع ويقبض على الأزرق من خلال ديت، فبدأ الأزرق يعرف الموضوع ده وبدأ يسرقها قبل ما يلعب. أهو سرقها على أساس يقطع لهم الطريق، ومرة سرق سرقوها وراحوا هربانين من اللعبة. مثلا الذكاء الصناعي قالوا له إيه؟ اتدرب على إن أنت تركن العربية، عمل تجارب كتيرة جدا على الكمبيوتر لحد ما اصبح ماهر جدا في ان هو ياخد فكره ان هو يعرف يركن وان هو يعرف يسوق السيارة واصبح فيه مهارة جدا في القصة دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. آه باشمهندس عمر معاك دكتور احمد القطان. ازيك دكتور. دكتور. دكتور؟ الله يكرمك دكتور تسلم يا دكتور. الله يكرمك دكتور. طيب التعلم المعزز ان انا بخليه يلعب لعبه يعني خلوه يلعب لعبه ماريو. وما ضربوش على اللعبه دي خالص بس هو بدا ايه لما يخبط في حاجه يعرف ان دي بتموت يلعب تاني ويتعلم ان هو مثلا لما بيخبط في حاجه بيكسب منها يبدا ان هو يتعمد ان هو يكسبها ومع الوقت بقى شاطر جدا في اللعبه دي وبدا يتفوق عليها فانت مش محتاج ان انت تقول له ايه اللي المفروض يتعمل انت بتخليه هو يلعب ويجرب ممكن بقى ما يبقاش في لعبه ممكن يكون في تصميم حاجه خاصه بالاستدامه يبدا ان هو يعمل حاجه معينه ولو عملها صح يعني عمل تصميم وبعتناه له الليد وخد درجات خلاص هنكافئه هندلو شويه كهرباء زياده. هنديله مثلا القواعد مثلا خاصه بالبي ام بي وبعد كده نبدا ان احنا نساله فيها لو الموضوع مش كويس نقول له ده انت خلاص دي صح كمل فيها لو غلط نبدا ان ننبهه ان هو ما يعملش الموضوع دوت. ففكره الـ 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 الشبكات العصبيه دي بقت حاجه عبقريه جدا. في واحد عبقري قال طبعا الشبكات العصبيه دول انواع كتيره جدا ما يقارب من 100 نوع في واحد قال لك انا هعمل شبكه عصبيه تزيف الفيديو اللي هو ان انت مثلا تركب صوره حد على حد وبعد كده اكتشف فيها اخطاء فبدا يعمل شبكه عصبيه تانيه تكتشف الاخطاء وتبعت للشبكه العصبيه الاولانيه تقول له انت عندك خطا في كذا فتروح مصلحاه فاصبح الفيديو محدش يقدر يكتشف ان هو مزيف من خلال ايه؟ انه عمل شبكتين عصبيتين واحده, زيف واحدة تزيف وواحده تكتشف التزييف وتبعت له تقول له انت زيفت كذا فيروح مصلحها ويبعتها له الكلام ده كله ما بياخدش ثواني لكن اصبح الفيديو تشوفه تحس انه حقيقي وساعات بيبقى في نفس الثانيه دي نوع تاني من انواع الشبكات العصبيه الترفيهية كونفيوشوال <applause> نتورك عباره ان هو اول ما بيشوف صوره بيبدا ان هو يحللها للعناصر الاولانيه بحيث ان هو يقدر يوجد مزايا محدده ويبدا يتعرف عليها. <applause> زي ما قلنا ممكن تستخدمها مثلا كان في حاجه في الجي اي اس مثلا او في الطرق ان هو العربيه ماشيه اول ما تلاقي اي مشاكل في الطريق تبدا تنبه ان في مثلا حفره هنا في حاجه مش منتظمه في كذا فنبدا ان احنا ايه نصلحها. ده برده نوع من انواع الذكاء الاصطناعي بدا يعمل ايه؟ ان هو عنده مجرد بس ترسم الوان انا عايز هنا الباب الرئيسي وعايز هنا المدخل وعايز كذا فيبدا يعمل لك المخطط بالشكل دوت الموضوع سهل جدا يعني انت عندك صفحه بيضاء وبتبدا ان انت ترسم بس في هنا المدخل الرئيسي هنا المطبخ هنا كذا يبدا ان هو يعمله لك بالشكل دوت فانت تقول له ان انا مثلا عايز شباك هنا مثلا يبدا يعمل لك الشباك انا عايز ده هنا كذا مثلا انا عايز هنا المدخل يبدا يعمل لك المدخل انا عايز هنا الفلور مثلا عايز ازوده الحته دي كده عايز اعمل فويد في النص هنا تمام يبدا ان هو يعمله بشكل حلو بروفيشنال تمام عندك شباك مثلا تبدا تحط له شباك انت عايز تخلي شباك فين تمام ممكن تعمل شباك هنا شباك هنا يبدا ان هو يرسمه لك وممكن تحط له بقى كيتشن روم زي ما انت عايز وممكن تقول له انا عايزك تعمل لي انت بقى ايه الراندم بتاعي زي ما انت شايف انا عملت هنا فويد عملت هنا فتحه فبدا يعملها لي زودت الحته دي زودتها شبابيك حطها في الاماكن بتاعتها تمام وبعد كده ممكن يعمل لك بقى تحليل مثلا للشمس هتدخل ازاي الحاجات دي كلها تمام فعندنا الذكاء الصناعي اصبح موجود دلوقتي ده مثلا الموقع ده عامله صديق لنا مصري تمام بيبدا ان هو يحلل الحاجه تمشي ازاي والمصنع هيمشي ازاي الحاجات دي كلها المشروع اسمه كونيكس وتقدر ان انت تاخد نسخه مجانيه وتشتغل عليها تختار مثلا قطعه ارض في السعوديه وتقول له ابدا يعمل التوزيع بتاعها فبيبدا يعمل تصميم كتيره تقدر تختار منها تقول له انا عاجبني التصميم ده عشان فيه ثلاث غرف وحمامين يبدا يعمل لك كذا تصميم تختار وبعد كده يبدا يطلعه لك اوتوكاد وقريب قوي هيعمله لك ريفت يعني هم شغالين في الحاجات ديت فتخيل انت الموضوع بيطلع لك يعني عشان يقعد يحلل المسارات والحاجات دي ممكن ياخد مثلا 3 دقايق 5 دقايق لكن انت لو هتعملها مانوال هتاخد منك اكتر من اسبوع ده برضه تصميم المبنى اداري ده اتعمل في ربع ساعه كونكس كونكس ناس مصريين يعني مش بنتكلم على حاجة بعيدة لا ناس مصريين تمام اسمه كونكس سي أو أن إي إكس دوت إي آي كونكس تمام خلينا أكتبه لكم ده يوسف فهمي صح؟ أيوه مهندس يوسف فهمي مهندس معماري أيوه مظبوط تمام ده كونكس برضه عملت دراسات بيئية يعني مش مجرد عمل تصميم بس لا ده بدأ يعمل تصميمات بيئية عشان توفر الطاقة وقدروا ان هم يوفروا بنسبه 88% هي الفكره في هي عمل تصميم والتاني والثالث والرابع والخامس والعشرين 20 وال تمام؟ ال1000 تصميم دول ما خدوش حاجه لو احنا عملناهم هياخدوا مننا كل تصميم قول مثلا يومين ثلاثه يعني 3000 يوم او 2000 يوم لا فعلا كان بياخد كتير يعني فاكر كنا بنعمل معنا معزة كان معانا المهندس معاذ ابو زيد وكان هو رئيس القسم المعماري أه كنا مثلا المبنى الكونسبت الرئيسي بياخد يومين او ثلاثه مش 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 اقل من كده فكنا بنعمل عشان ندخل مسابقه بنعمل ثلاث تصاميم ونختار احسن منهم احسن أخ... واحد فيهم دلوقتي انت معاك الف تصميم وتبدا تختار افضل واحد فيهم و... و... وانت بتحط شروط يعني انت مش بتقعد تدرس سواء... و... لا بتحط شروط وهو يبدا ان هو يشتغل عليه فبيوفر عليك وقت كتير قوي طيب أه هنبدا بقى نشوف امثله عمليه خاصه بالعماره والهندسه المعماريه والحاجات دي بشكل يعني كان في مشروع معانا تمام اول حاجه بنلاقيها معانا اسمها لارج لانجويج موديل اللي هو أنه هو بيبدا يتكلم وتقدر تديله ملفات كتيره جدا ويبدا ان هو يشوفها تمام يعني آه كان جوجل عامله حاجه جديده ام ال نوت بوك عامله اسمها نوت بوك ال ام ماشي ده ده حاجه خطيره جدا ده انت مثلا عايز تعمل بحث دكتوراه او ماجستير تمام يعني انا مثلا كنت النهارده كنت شغال بعمل في الذكاء الاصطناعي في العماره فاديته البرزنتيشن وقلت له اشتغل انت عليها ممكن تدي له 10 كتب وتقول له انا عايز اسالك في في ال10 كتب دول ده, ده انا كنت بشتغل عليهم النهارده في كورس مثلا هديه خاص بالريفت فقلت له طب انا عايزك تحط لي المنهج طب انا عايزك تحط لي الاسئله اللي انا ممكن اسالها خاصه بالمنهج دوت تمام فانت ممكن ميزه النوت بوك ايه؟ ان انا بديله كل الكتب المتعلقه بالمجال جوجل درايف ممكن اقول له خد لي الكتب من جوجل درايف او ارفعها لك من عندي من على عند الجهاز أو, هدي او هديك لينك موقع حتى ممكن تديله يوتيوب يعني ممكن ملف اليوتيوب مثلا ثلاث ساعات بدل ما اسمع ثلاث ساعات اقول له لخص لي الحاجه ديت. يعني ممكن انت مثلا عندك رساله الدكتوراه بتاعتك ايه المراجع اللي موجوده عندك؟ حطها كلها ويبدا يساله فيبدا يجيب لك الاسئله تمام ممكن عقد مثلا تمام تبدا تساله فيها تمام دي مثلا كمبيوتر مستطاب جديد ماشي اي ملف عندك بي دي اف تقدر ان انت ترفعه وتبدا ان انت تساله فيه فيجيب لك الاسئله بشكل دقيق جدا طيب خلينا مثلا نخش مثلا على شات جي بي تي وهسأله آه، متى اليوم العالمي للمعماريين ولاحظ حاجه ان انا كتبت حرف غلط ما بيبصش للاخطاء يعني لو انت بتبرمج بلغه زي لغه سي شارب آه، اي اي حرف غلط بي، بيعمل مشاكل كتير قوي عليها تمام انا هنا كاتب حرف النون غلط مثلا بدأ ان أعمله يعمله تمام ممكن تساله مثلا متى تم اول احتفال او بدا يجيب لك التفاصيل بتاعتها ممكن عندك مثلا شفت مصطلح جديد فعايز اسال اقول له مثلا ايه المصطلح دوت ميزه تشات جي بي تي ان انا ممكن ارفع ملف من عندي من الجهاز وابدا اساله فيها ممكن ترفع له صوره وتقول له صف لي الصوره ديت تمام يعني لو عندك أي صورة على الجهاز ممكن تقول له اوصف لي الصورة دي. يعني لو أنا حصل عندي مشكلة في الكمبيوتر ومش عارف أحلها ودي حصلت معايا النهاردة كنت بسطب برنامج الأنريل على جهاز الشغل وجاب لي رسالة إن هو مش قادر يفتح فقلت له خد الصورة دي وابدأ اكتشف لي الصورة دي فيها إيه. اوصف لي الصورة. كنت أنا في قبل كده في سوق واقف صورت صورة شباك بشكل حلو فحد أجنبي قال لي الصورة دي إيه فبدل ما أقعد أوصف رحت اه بدا يخ... تمام ف... شات جي بي تقدر ان انت تستعين بيه مثلا عايز تعلم لغه برمجه تمام اريد تعلم مبادئ البايثون هيبدا بقى يخش لك في تفاصيل التفاصيل التفاصيل تقول له مثلا ايه اريد امثله عمليه انا ممكن اقول له اعمل لي برنامج بايثون بيعمل كذا وكذا 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 يبدا ان هو يعمله لي هيبدا يعرف لي بقى المتغيرات بيبدا يكتب لي الكود وكذا 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 طيب ممكن مثلا اقول له ايه اكتب لي كود بايثون آه لحساب مجموع آه اطوال لا لسه ما كتبتش أطوال الخطوط تمام <applause> أو سنت هيكتب لي كود كل اللي عليا إن أنا آخده ممكن أقول له اكتبوا لي بقى مش بالبايسون اكتبوا لي مثلا بل... بلغة الليسب أوتو لسب ماشي زي ما أنت عايز يعني يقدر يكتب لك اللغة زي ما أنت عايز فبيكتب لي كود تمام يعني في مرة مثلا كنت محتاج في داتا انفيرومنت يعني, الـ يعني الـ إن هو أوتوماتيك ياخد كوبي من من فولدر يحطه في فولدر تاني بحيث يعني يبدا يوفر لي وقت ان هو ينسخ لي حاجات من بشكل كل اسبوع مثلا ينسخ من هنا لهنا بدا يكتب لي كود تمام فممكن عايز تضيف خطوط جديده فاول ما تقف قدامك اي مشكله في البرنامج اللي شغال بيه تقدر تساله في برنامج مثلا زي سوليد وورك مثلا في كود معين بيتكتب كان في حد لسه يوم الجمعه اللي فاتت بيقول لي ان هو كان بياخد منه وقت عشان يقعد يكتب الكود ده لما استعان بشات جي بي تي الانتاجيه زادت 50 مره يعني بدل ما كان كل شويه يقعد يكتب لا هو خلاص بدا يفهم الذكاء الصناعي يكتب له الكود اللي انت عايزه فاللارج لانجوج موديل قوه رهيبه جدا تقدر انت تستفاد منها بشكل هايل جدا توفر وقت الميزه ان هو ما بقاش في واحد بس ده بقى في كتير قوي تمام بينج بقى موجود بينج اصلا ناس كتير ما كانتش بتشتغل عليه ده الم... الصفحه بتاعت مايكروسوفت وما كانش حد بيهتم بيه ولا بيهتموا بال بالمتصفح بتاعهم اللي هو كان انترنت اكسبلور لكن لما نزلوا فيه في الذكاء صناعي ناس كتيره بدات انها تشتغل بيه وترجع له تاني طبعا جوجل بارد اصبح اسمه جيميناي طيب في موقع عربيه زي موقع اسمه كاتب تمام موقع كاتب بتبدا تديله الحاجه ويبدا ان هو يجاوب عليها الميزه ان هو عربي فبيكون فاهم بشكل كويس طيب عندنا بقى مواقع قويه جدا مجرد ان انت تقول له انا عايز صورة لحاجة معينة يبدأ يعمل لك صور بشكل رهيب ورائع وممتاز احسن واحد فيهم بالنسبة لي اسمه بروم اي اي, اي ده, ده خاص بالشغل المعماري وهوريك واحد تاني دكتور مصري اللي عامله يعني هوريكم موقع دلوقتي دكتور مصري اللي عامله ممتاز جدا بروم اي, اي اي سهل جدا جدا في الاستخدام ان شاء الله ال البرزنتيشن هشاركها معاكم ان شاء الله فتقدروا ان انتوا توصلوا لكل الروابط ديت تمام فالبروم اي اي, اي ده من ضمن الحاجات الرهيبه جدا يعني اول ما افتحه هتلاقيني عملت بيه شغل كتير جدا مشاريع كتير جدا اتعملت من خلاله ده ممكن ترسم له سكتش بخط ايدك وتقول له اعمل رندر فيعمل لك رندر تفاجئ ان الثلاث خطوط اللي انت رسمتهم ده عمل لك بيهم فيلا رهيبه جدا وتقول له مثلا اعمل لي بنفس شكل ذو حديد تمام يعني دي سكتشات بسيطه جدا تمام اهي والراجل واوتوماتيك راحت معموله بشكل خرافي واتعمل لها رندر بشكل رائع دي حاجات انا كنت عاملها انا تمام دي مثلا اهي الصوره الاصليه كانت حاجه يعني ابيض واسود تمام لكن هو قدر ان هو يعملها بشكل خرافي انا كنت عامل يعني رسم الخطوط الرئيسيه بس هو قدر ان هو يعملها بشكل رائع تقدر تعملها بابلش لو انت حابب كل دي كانت خطوط بسيطة خالص اهي ده دي دي, دي الصوره اللي انا رفعتها له تمام هو بقى عمل لها رندر عملها بشكل هايل جدا ممكن تقول له مثلا ايه خلينا ناخد مثال مثلا الصوره ديت آه هتختار مثلا ان ستايل انت عايزه تمام عندك حاجات كتيره تقدر تختار اي ستايل انت عايزه طيب المشهد هل هو فيلا ولا مبنى خارجي لو انت قلت له انتريور هيعكس لك الحاجات الموجوده ويخليها خطوط داخليه المود اللي انت عايزه تمام فهقول له اه ماشي ابدا اعمل لي الريندر بتاعها فبيبدا يعمل لي ثلاث صور دول صور لسه معمولين دلوقتي حالا يعني انا لسه مش شفتهمش قبل كده ف... فساعات مثلا في حاجات كنت برسمها كده خطوط من غير ما اديها الوان او حاجه على السكتش اب كان يعمل لها ريندر بشكل رهيب اه الموقع دي مجانية ولا مش مجانية كل المواقع دي بيديك نسخة تجريبية تمام في بعضهم نسخة تجريبية بيديك كل يوم مية نقطة فما بيخلصوش تمام يعني أنا عندي كم نقطة هنا ألف وثمانمية ماشي كل شوية بيبدأ يديني نقط ف... فأنا بالنسبة لي كل اللي أنا بستخدمه بستخدمه بالحاجات المجانية ما بدفعش فلوس تمام الستايل بقى غير بقى الستايل زي ما أنت عايز أنا كنت مختار الستايل قديم شوية فكان أنت ممكن تختار مثلا ستايل زي دوت تمام جنرال تبدا تشوف ايه الستايل اللي انت عايزه ممكن تلغي الستايل خالص ممكن المشهد تبدا تختار ممكن تقول له اعمل كرييتيف ما تلتزمش بالصور اللي انا اديتها لك تمام طبعا اللي بفلوس بيديك امكانيات اعلى او بيخلي الصور تطلع معاك اسرع يعني هنا بياخد معايا مثلا شويه لا لما اكون بفلوس ما بياخدش معاك وقت خالص الموقع ده من الموقع الكويس قوي قوي لان هو متخصص في العمارة تمام طبعا هو في حاجات كتير قوي مش ده بس يعني في مثلا ان انت ممكن تديله سكتش ريندر ممكن تديله يعملك صوره تكتب له اعمل لي صوره لكذا يبدا ان هو يعملها لك ممكن تديله تكست يعمل لك فيديو يعني تقول له انا عايز مثلا نمل بيحارب كتاكيت مثلا او اعمل لي صوره فيديو لقصر في وسط الصحراء فيعمل لك فيديو الكاميرا بتتحرك وفي قصر موجود في وسط الصحراء يعمله لك <applause> في ممكن تديله صوره مثلا زي عطر ويبدا ان هو يعمل لك عليه شويه دعايه كويسه كل دي حاجات في موقع واحد اوت بينتنج ممكن تدي له صوره مثلا موناليزا وهو يبدا يستنتج المشهد لو كاميرا العدسه بتاعتها اتغيرت وقدرت تاخد الحاجات اللي حوالين المشهد تمام او بدا يجيب لي شويه صور وتقدر تعدل الستايل لحد ما توصل لحاجه احترافيه ومناسبه ليك ده موقع كاتب ده موقع بالعربي تمام بدي نقط وبعد كده لو خلص النقط وعايز اكتر كل شهر بيديك نقط ماشي عندنا مثلا موقع زي ديل اي كل المواقع ديت بتبدا تعمل لك صور وفيديوهات بشكل قوي جدا فاير فلاي ده تبع شركه ادوب هي بدات انها تدخل الحاجات بتاعتها جوه الفوتوشوب وجوه ادوب بريمير وجوه المنتجات بتاعتها تمام فمثلا من ضمن الحاجات حاجه اسمها جنريتيف فيل جنريتيف فيل دي رهيبه جدا ان انت مثلا عندك واحد لابس قميص فتقول له بدل القميص ده ببدله او بجلابيه تعمل سيليكت وتقول له حط لي يبدا ان هو يعملها لك تقول له حول لي مثلا هنا اعمل لي بي نحله يبدا ان هو يعمل لك النحله ديت اي حاجه انت عايزها يبدا تتخيلها وتبدا موجوده دي موجوده على الموقع وموجوده كمان على الفوتوشوب نفسه تمام دي بقت ميزه موجوده في الـ الـ يعني فوتوشوب كان زمان تبدا انت تعمل سيلكت بنفسك وتبدا تاخد صوره من بره والحاجات دي كلها اصبح الاساس ان انت تشتغل بذكاء صناعي فتخيل لو انت بتشتغل بالاسلوب العادي وصديقك بيشتغل بذكاء صناعي انت بتخلص الشغل في ثواني انت بتشتغل مثلا اللي بيشتغل بذكاء صناعي بيوفر وقت كتير قوي انا فاكر مره كنا شغالين في الاوتوكاد و... وانا قدرت اعمل ليز بوفر عليا وقت تمام فاصبح هو بيخلص الوقت يعني بياخد مثلا يوم عشان لما يخلصها وانا اخلصها في ساعه تمام فلو فل انت شغال بالذكاء الاصطناعي هتوفر اكتر من كده بكتير ومن غير ما تكتب كود ومن غير ما تكتب برمجه ولا حاجه خالص ده برضو موقع من المواقع القويه جدا اللي انت تقدر تعمل بيه اشكال رهيبه جدا وحاجات تحفه يعني انت ممكن ترفع صوره ليك وتقول له طب انا عايز ابقى عايش مثلا في في رسول صلاح الدين او عايز تعمل لي ملابس كذا فلاتر معينه كل ده انت ترفع الصوره وتختار تلاقي الصوره بتاعتك اختلفت تماما بشكل رهيب دي مش بس للحاجات دي ممكن للمباني ترفع صوره مبنى مثلا معين وتقول له عدل فيها زي ما انت عايز تمام طيب سر الموضوع ايه يعني في نقطه معينه احنا لو قدرنا ان احنا نوصل هنقدر نطلع منتج بشكل كويس يعني انا ممكن احنا كلنا كل واحد فينا يفتح شات جي بي تي ويسال نفس الاسئله لكن كل واحد فينا جات له اجابه مختلفه ممكن واحد تجي له اجابه خاطئه ممكن واحد تجي له اجابه مش آه اللي هي ويقول لك لا الذكاء الاصطناعي ده غلط وعمر نصب علينا وبتاع فكره في حاجه اسمها برومت برومتي يعني النص اللي انا بكتبه عشان الذكاء الاصطناعي يستجيب ليا البرومت دوت آه في شويه حيل كده شويه زي ايه زي ان انت تعتبر واحد صاحبك فما تقولوش مثلا ايه انا عايز تكتب لي عقد وتسكت لا لازم تكتب له واحد صاحبك بتقول له اكتب لي عقد بين شركتين ويكون الفلوس كذا ويكون الشروط الجزائيه كذا توصف له كل اللي انت عايزه تمام يعني انا النهارده مثلا كنت ببعت للشركه بتاع الكورسات وقايل لهم دي الحاجه بس انا لسه شغال فيها لسه ما خلصتهاش لما الفاينل هبعته لكم اخر الاسبوع فهو خد الكلمتين دول وكتب لي رساله كويسه جدا محدد فيها التواريخ محدد فيها ايه اللي هيتبعت محدد فيها ان ما تبعتوش الحاجه دي لحد لانها لسه مش فاينل فكتب رساله ممتازه جدا ليه؟ لان انا شرحت له واديته الرساله القديمه وقلت له رد على الرساله ديت وقلت له كذا كذا فبدا ان هو يعمل لي بشكل كويس. ممكن مثلا لو انت محاضر تقول له انا عندي محاضره عن كذا فابدا يحط لي النقاط الرئيسيه وابدا حطوا لي ايه الاسئله اللي ممكن اسالها خاصه بالكورس والحاجات دي كلها وقبل ما تقول له، قبل ما تساله قول له تخيل ان انت مهندس معماري ساعتها هيركز الاجابه كلها كانه مهندس معماري اللي بيجاوب يعني لو انت مثلا عايز تتكلم عن الاهرامات مثلا فهقول له هنا تخيل انك مرشد اثار مثلا انك مهندس معماري وحدثني عن الاهرامات كلمه تخيل ان انت مهندس معماري دي هتفرق معاك تراوي المصريه تمام هيركز علي الانجاز الهندسي وركز على المعماري العبقري محطب اللي عمل المبنى دوت وهكذا صوته اعتقد شغال ركزلي على مواد البناء ركزلي على الهيكل الداخلي ركز على الحاجات دي كلها دي مجرد بس ان انا بدات كلمه تخيل ان انت مهندس معماري يبدا يجيب لنا معلومات دقيقه جدا عن الحاجات المعماريه تمام طيب دي فكره البرومت البرومت ده قوي جدا يعني لو انت عايز تعمل صوره واستخدمت برومت قوي هيبدا يعمل لك صور بشكل قوي لان ممكن ادخل اقول له ايه اعمل لي قصر واسكت ما فهمش هو حاجه انما لما اقول له قصر مزايا كذا والعيوب بتاعته كذا و و والحاجات دي كلها تخيل إيه ان هو مثلا موجود في الصحراء حط لي ناس حواليه اعمل لي كذا فده بيعمل لي شغل قوي جدا بيعمل لي حاجه ممتازه جدا ده برضو من ضمن المواقع القويه اه هنا دي دي كانت حاجه كنا عملناها في جامعه المنصوره ااا آآ خدنا صوره للمبنى وبدانا ان احنا نقول له عدل فيه هي مسرعنا بس شويه قلنا له مثلا مرة حاول تطبق شكل الاستدامة فيه، هنا الأهرامات قبل ما ينزل التلج وبعد ما ينزل التلج وهكذا. هنا قلنا له غير ماتيريال خليها كذا كذا. هنا ادينا له تلات أربع خطوط وقلنا له اعمل لنا مبنى تبع فكرة زوا حديد. خلي بالك ان انت لو قلت له اعمل لي فكر زوا حديد هيعمله لك بشكل قوي جدا لو قلت له مهندس تاني والمهندس التاني ده مش مشهور بالنسبه له هيعمل لك حاجه ضعيفه شويه تمام ليه لان هو حديد اتدرب عليها كتير ففكره التدريب دي اللي بتخلي الذكاء الصناعي يقدر يوصل لحاجه كويسه يعني لو قلت له فلان مثلا هو ما اعرفش مين فلان دوت وما شافوش مش هيقدر يعمل شكل كويس طيب تعالى بقى نشوف تيست فيت تيست فيت ده من اقوى الحاجات المعماريه اللي هتعمل حاجه رهيبه جدا في التكنولوجيا انا بدي قطعة الارض واقول له ابدا قسمها لي فبيبدا ان هو يقسمها لي طب شوف لي لو انا سبت فراغ في النص كانها بيع المباني دي قيمتها الماديه هتبقى ايه من ناحيه التحاليل الاستدامه حاجات الصديقه للبيئه بيبدا ان هو كل ما يعمل تعديل بيبدا يجد الارقام فانا ممكن اقول له ايه استثني الحلول اللي نتاج بتاعتها قليله في الاستدامه فيبدا ان هو يلغي لي نص الحلول طب استثني الحاجات اللي مثلا اكتر من خمس ادوار لانها مخالفه للقوانين بتاعه المكان يروح مستثنيها يوجد لي افضل حلول كل الحاجات دي بتحصل اوتوماتيك يعني انت مجرد بتغير بتقول له بدل ما هو 30 في 30 خليها 40 في 20 كل التصاميم اللي جوه بتتغير اوتوماتيك كل التوزيعات الداخليه بتتغير تيست فيت ده متكامل مع برامج زي برامج الريفت يعني تقدر تاخد من ريفت تديها له او العكس ده برضو بيرسم مخططات طوابق اسمه بلان فندر عندنا مثلا هايبر تعال نفتحه لو انت عملت اي تعديل هو اوتوماتيك بيعدل نفسه بنفسه زائد ان هو بيعمل لك الحاجات الصديقة للبيئة بنفسه يبدأ يجودلك لك حاجات الخاصة بالبيئة بشكل سهل جداً ممكن يعمل لك حاجات خاصه بالكربون ممكن يعمل لك حاجات خاصه بالاستدامه بالشمس وكل حاجه فده من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نعتمد عليها اي مشروع موجود تقدر تفتح اي مشروع او بروجكت ترفع مشروع من عندك ويبدا ان هو يعمل لك اناليسز للمشروع وتقدر اي تعديل بيحصل فيه في اي جزء بيبدا ان هو يطور فيه بمعنى ان انا مثلا لو قلت له الغي الغرفه دي يبدا ان هو ي... 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 يوسع الطرقه يود يحط اي غرفه تانية وهكذا زي سواب سواب بص لو حضرتك ركزت على الشاشه مجرد ان انا كبرت الغرفه دي ممكن يحط مثلا كراسي يبدا ان هو يحط مثلا ترابيزه يبدا ان هو لو انا وسعت مثلا الحمام مثلا يبدا ان هو يحط حاجات تانية كان في واحدة قبل كده عنده حمام وقال لنا الحمام كان 80 متر مربع الحمام <applause> فكان التوزيع بتاعه صعب آه ده السواب ده ده تخيل ان انت عندك اوتوكاد انت عندك تعديل معين فانت محتاج ان انت بقى كل آه كل بلان كل سيكشن تخش تعدل فيه حتى في الريفت بتاع كده هو بيتعمل بشكل سهل اه هو متسجل ممكن حد يرجع له والبرزنتيشن موجود برضو معاكم ان شاء الله تمام فانت اي يعني مثلا الباب ده لو انا حطيته هنا يبدا ان هو يوسع مكان ويرغي الحاجات دي بدل الباب لو في غرفه ما باب يبدا ان هو يقول لي في غرفه ما لهاش باب ويبدا يحط لي هو الباب في غرفه ما فيهاش باب او انا عندي كود بيقول لازم الشباك مسافه يعني نسبه معينه من الغرفه فيبدا ان هو يحسبها ويبدا ان هو يحطها برضو فينش 3 دي انت بتغير شكل المبنى من بره هو اوتوماتيك من جوه يبدا ان هو يعدله يعني لو عملته على شكل دايره يبدأ يعمل لك التوزيع الداخلي، يبدأ إن هو يحط لك الأجزاء الداخلية وهكذا. أي تعديل بص حضرتك ركز في الصورة ديت. مجرد إن أنت وسعت يبدأ إن هو يحط فرنتشر أو يحط أساس. لغيت حاجة معينة يبدأ إن هو يحط حاجة مكانها، لغيت الحمام هو أوتوماتيك يعدل كل حاجة. ده برنامج ممتاز جدا اسمه او موقع اسمه اوتوديسك فورما اي اي الموقع الجميل دوت هتلاقي فيديو انا شارح فيه الفكره بالتفصيل حاجه قويه جدا حاجه ممتازه جدا من اوتوديسك هي اوتوديسك مش بتصنع هي بتشتري فهي المنتج دوت وعملت له تكامل مع الريفت يعني ممكن تاخد اي مبنى في الريفت وترفعه على الموقع دوت وتعمل له الدراسه بتاعته انت بتحدد له حته ارض وتبدا تقول له يشوف المباني لو مثلا عايز اعرف ايه الاماكن اللي هتكون معرضه للضوضاء فيبدا يقول لك طب قول له طب انا لو لغيت ان الشارع مكمل الاول الاخر هقفله الاخر يعني الشارع ده يمشي وفي الاخر بتلاقيه مسدود ما ينفعش تعدي فيه بحيث ان ما يخشش في المكان ده غير الناس اللي ساكنين في المكان دوت فيبدا الضوضاء تقل طب انا لو عايز اعرف مثلا اني اني غرف اللي هتشوف مبنى معين مثلا النيل او برج الجزيره يبدا يعمل الدراسه ويقول لك ايه المباني طب اني مباني المعرضه للشمس اكتر طب لو انا غيرت في التصميم تقدر تعمل 20 30 تصميم في خلال ساعه او ساعتين ويبدا يجيب لك النتيجه البرزنتيشن هشاركها معاكم ان شاء الله تمام ده برضو دلفا ده تبع شركه جوجل بيبدا يستخدم الذكاء الصناعي عشان يعمل لك اكتر من تصميم ويعمل لك سايد ووكابل يعني امكانيه ان انت تمشي في المكان دوت بيبدا يعمل دراسه ليها عشان تقدر افضل حاجة بحيث الناس كلها تقدر انها تمشى ويكون في حدائق عامة الناس تقدر تمشي فيها ده برضو بيساعدني في ان هو يعمل دراسة للاضاءة والطاقة والصوت وراح الحرية من غير ما تبذل اي مجهود خالص تمام فمجرد ان انت بس بترفع له المخطط بتاعك يبدا يعمل لك الدراسه ليه ويبدا يقول لك افضل تصميم ممكن تعمله بحيث لو انت غيرت في التصميم تمام لو انت لفيت المبنى لو انت سبت مساحه مك... في النص فارغه هيكون تصميم افضل احنا كنا عشان نعود نعمل حاجات زي كده كانت بتاخد وقت كتير دلوقتي يعني سريع جدا يعني في برنامج اسمه تول كوف برضو ده من البرامج الممتازه جدا اللي هو يقدر يعمل لك تحليل للطاقه وضوء النهار وكل الحاجات دي في ثواني بحيث ان هو يجيب لك نتيجه ممتازه ما تاخدش منك وقت خالص انا يعني كل الحاجات بتلاقي في فيديو بحيث لو انت عايز تستفاد او تدخل في الموضوع بشكل افضل هنا برضو بيديك امكانيه ان انت تعمل مخططات بشكل اسرع ده موقع على النت اسمه تشتغل بلو فورم بتبدا تحدد المكان اللي انت عايزه ويبدا يعمل لك يعني اناليسس ده اونلاين من غير ما تسطب اي حاجه خالص تقدر تقول له انا عايز اعرف السي او 2 هيبقى عامل ازاي فيبدا يجيب لك اناليسس للايربان نفسه وبعد كده تحدد مكان معين تمام اهوت ممكن تعمل دراسه مثلا للنباتات دراسه للمباني يبدا يقول لك لو عدلت اي تعديل تاثيره هيبقى عامل ازاي؟ والماديات هتبقى عامله ازاي؟ ده موقع اسمه ارك تكست عباره عن ايه؟ ان انت هتقول له انا عايز اعمل فيلا فيها مواصفات كذا وكذا وكذا يروح يعمل لك الفيلا يعني شات جي بي تي معماري شات جي بي تي هيطلع لك مخططات مش هيطلع لك كلام الشات جي بي تي بيطلع ايه بيرد على الكلام بتاعي بكلام لا هنا هيطلع لك مخططات يعني تقول له انا عايز مثلا غرفه يكون فيها غرف للاولاد ويكون الحمام مثلا بره ويكون في مثلا كوردور يبدا يطلع لك التصميم ده برده الذكاء الصناعي بيبدا تحليل حضري بحيث ان هو يقدر يقول لي افضل تصميم ممكن أرضي. ده برضه مخطط ارضيه زي ما انت شايف في موقع كتير اوي ده مثلا موقع اسمه ماس موشن ده بيستخدم في الحرم المكي او كده بحيث ان هو ايه يدرس الحركه بتاعت الناس بحيث ان مثلا وقت الزحمه آه الناس هتتخبط مع بعض ازاي لو في ملاعب كوره بيبدا ايه يعمل دراسه ليهم لو في محكمه بس بتحدد له نوع المحكمه لان النظام المصري بيختلف عن النظام الامريكي وهكذا فتبدا تحدد له بحيث ان هو يوجد دراسه للمشي الناس هتمشي ازاي حاجات بتبقى سهله جدا مش محتاجه تعلم برمجه وحاجه خالص طيب من ضمن المزايا القويه اللي هو الجينيريتيف ديزاين يعني ايه جينيريتيف ديزاين ان انا اقدر اعمل تصميم مبدئي واقول له خد التصميم ده وعدل في بعض المتغيرات يعني مثلا عملت برج أقول له عدل في ارتفاع البرج، عدل في ارتفاع الدور، عدل في المساحة بتاعته، عدل في كذا يعني بديله المتغيرات ويبدأ يعمل لي 100 تصميم وأبدأ أنا اختار أفضل تصميم فيهم، استثني الحاجات اللي أنا مش عايزها يطلع لي التصميم اللي بالنسبة لي كويس، يعني استثني مثلا إن أنا مش عايز حاجة تكون دور أو دورين، أنا عايز من ثلاثة أدوار لسبعة، أنا مش عايز حاجة تكون مثلا يكون فيها ارتفاعات معينه او ماتيريال معينه تبدا تحط الشوت اللي انت مش عايزها لحد ما توصل للي انت عايزه وعلى فكره موجوده في الريفت يعني مش محتاج تسطر اي برنامج برنامج الريفت موجود فيه بس بشرط يكون عندك نسخه اصليه دي فيديو يوتيوب بيشرح ازاي تستخدمه على سبيل المثال مثلا ممكن يكون عندك عايز توزع كراسي معينه في في غرفه معينه فتقول له انا عايز اوزع كراسي فيوزع لك توزيعات كتيره قول له انا عايزهم على شكل دايره مش على شكل صفوف اي حاجه على شكل صفوف الغيها انا عايز شكل دوائر فيبدا ان هو يستثني يطلع لك 10 تصميمات تقول له انا مش عايز مثلا حاجه تكون ظهرها للباب وهكذا لحد ما توصل للتصميم اللي انت عايزه ده موقع برضو لاين تقدر ان انت تحط التصميم معين ويبدا ان هو يدرس لك كل التعديلات لما هعمل شكل ده هيبقى عندك كم غرفه وهيكلفك قد ايه وهتقدر تاجره وتكسب منه قد ايه طبعا لو انت اتقنت الداينامو او الجراس هوبر بيبقى بالنسبه لك الموضوع سهل ان انت تعمل حاجه خاصه بيك ده برضو بيحلل الحاجات الصديقه للبيئه تمام ده اونلاين مش محتاج حاجه خاص مقرر ترفع تصميم يقول لك اذا كانت الاناره الطبيعيه كافيه او محتاجه تعديل طيب ده بيساعدني في الحاجات التصميمات الهندسيه الاستراكشر تمام فهنعديها ده برنامج اسمه ماجيك ده اشتغلت عليه سنة 2009 وكنا عملنا مستشفى السلام اللي هي في المعادي وبعتها للشركة فهي بتقول لي يعني احنا مش عاملين حسابنا ان احنا نطلع بره فنلندا هي شركة فنلندية اه قالت لي احنا عاملين حسابنا ان احنا بس دول الكومن ويلز فانتوا سمعتوا عننا ازاي ف ممتاز جدا ان انت بتقدر تقول له انا عايز اشتغل بالكود الامريكي او بالكود البريطاني فيبدا ان هو يوزع لك السبرنكلر ويوزع لك الـ المخارج الهواء يوزع لك اللايتنج ويبدا ان هو يتاكد ان هو مطابق للكود ولو في اي مشاكل يبدا ان هو يحلها يعني لو في اي تعرضات مش مجرد يقول لك هي في المشكله لا يقول لك ان انا عندي اربع حلول اختار الحل الانسب بالنسبه لك ما بيعملش الحل غير لما انت توافق عليه <applause> طيب ده ده مشروع شغالين فيه اللي هو تحويل الكتابه لتوكيت ان انت تكتب ويعمل لك ملف التوكاد ده الدكتور محمد عبد الشكور تمام ده دكتور مصري عامل حاجه ممتازه جدا اللي هو ان انت ممكن تقول له انا عندي تصميم بخط الايد كده يبدا ان هو يعمل لك بشكل كويس عندي سكتش يحول لك الرسمه رندر بشكل كويس دي بعض الحاجات اللي احنا عملناها ده اللي هو لما رفعنا له مبنى جامعة المنصورة وقلنا له طب اعملها لي على هيئة ستايل مثلا معماري معين غير لي في الماتيريال الحاجات دي كلها الموقع ممتاز جدا اسمه mnml.ai في ناس شغالة على فكرة إن أنت تديله أوتوكاد وهو يرفع المبنى وده بيبقى سهل في العمارة لكن في الكهروميكانيكال بيبقى فيه مشكلة على أساس إن الضغطات لازم تتعرف له الارتفاع بتاعها هنا ممكن تقول له مثلا أنا عندي اكتب لي الكونسيبت اعمل لي الماستر بلان اعمل لي كامفا أي صور عندك لأي مبنى يبدأ إن هو يعملها لك بشكل كويس ده من الموقع الصراحة اللي الواحد بيعتمد عليه بشكل كويس تمام دي مثلا ليفينج روم رفعت له صوره بسيطه خالص وهو بدا يعمل لها ريندر بتحدد الستايل اللي انت عايزه ويبدا ان هو يعملها بشكل ممتاز. روم جي بي تي ده موجود منه موقع وموجود منه على الموبايل يعني ممكن تستطبه عندك على الجهاز تمام اه الغرفه اللي انت فيها بتصورها وبعد كده تقول له طب انا عايز اعملها بستايل مثلا كلاسيك انا عايز اعملها ب بحاجه مودرن الستايل اللي انت عايزه يبدا ان هو يثبت الحوايط والشبابيك والابواب ما لكن يغير لك الشكل بتاع المبنى يغير لك ال... الاساس الفرنتشر ويجيب لك الشكل اللي انت عايزه فده الموقع وده البرنامج موجود على جوجل وموجود على الايفون هو ستايلر من الموقع القوي جدا اونلاين تقدر تعمل تصميم كانك شغ... مسطب الريفت لكن من غير ما حاجة خالص وكوهوم برضو كويس جدا وهتلاقي الشرح بتاعه بيشتغل بذكاء صناعي بيقدر يعمل لك صور ريندر في شكل سهل جدا وبسيط رانوي ده من ضمن الحاجات الاحترافية جدا يعني فيها مثلا لو انت عندك فيديو والفيديو ده عايز تلغي منه جزء معين تقدر تقول له انا عايز الغي حتة معينة يبدأ ان هو يلغيها لك في ثواني يعني يبدأ مثلا عربيتين ماشيين قول له الغي العربية دي وسيب العربية دي يبدأ ان هو يلغيها لو احنا شغالين ببرنامج متخصص زي افتر افكت مثلا هياخد من وقت كتير قوي لان الموضوع صعب جدا ان هو كل ثانيه بيبقى فيها تقريبا 32 فريم فبيقدر ان هو يتعامل معاهم بص دي ده فيديو هو قال له مره نزل لي ماده معينه مره نزل لي حريقه مره نزل لي كذا بيعمل لك المؤثر ده دا بالشكل دوت ده دا بمجرد ان انت تكتب مجرد ان انت تكتب له وتقول له اعمل لي كذا تمام فعمل ثورة في عالم الجي في اف اكس ممكن تديله قواعد معينة ويبدأ ان هو يلتزم بيها في برنامج اسمه ايفولف دوت لاب ده ممكن تسطبه جوه الريفت بيعمل حاجات كتير قوي اول حاجة بيعملها ان انت ممكن تديله بعض العناصر وتقول له وصل بينهم يعني دي مثلا مخارج هواء وصل بينهم لايتنج وصل بينهم هو يبدأ يوجد لي التصميمات ويبدأ يقول لي احسن حاجه ويبدا ان هو يحسب لي الضغطات اللي انا هستخدمها في كل واحده فيهم واذا كانت وصلات مرنه او وصلات صلبه بيبدا يحسبها لي ممكن تدي له صوره في قلب الريفت من غير ما تروح لاي برنامج ويبدا يعمل رندر مختلف مره في الربيع مره في الصيف مره وخلفية معينة نفس الصورة العادية يقدر يعمل لك منها أشكال كتيرة مختلفة يقدر يعمل لك جنريتيف ديزاين احترافي زي موضوع الريفت بس هو بيكون فيه اضافه شويه ففي شويه حاجات قوي في في التولز ديت ليك ان انت تبرمج حاجات بطريقه اسهل كمان من الداينامو مجرد ان انت بتختار عايز تعمل ايه يبدأ إن هو يعمله لك طيب ده برنامج اسمه سولوبري سولوبري ده بيعمل ايه بيعمل تشيك على الموديل يعني انت عندك موديل اي موديل المهم يكون اي اف سي يبدا ان هو يعمل تشيك وتأكد ان انت مطابق القوانين ولا لا فبحط له مثلا قوانين بقول له ان المسافه بين كذا الفاير دور لازم يكون كذا بحط له قوانين عماره استراكشر ميكانيكال الكتريكال استدامه كل قوانين اللي انا عايزها قوانين البلد واقول له تشيك فيبدا يقول لي دي اوكي دي فيها مشكله دي فيها مشكله ويبدا يقول لي في المشا... مكان المشاكل يعني هو مش تخصصه الكلاشات لا تخصصه المشاكل ده اسمه سوليبري تمام يمكن هو بس مشكلته ان هو غالي فاحنا ساعات بنعمل الحاجات دي على الدينامو عشان ايه بيكون رخيص طيب بالنسبه للكونستراكشن عندنا موقع اسمه دوكسل ده بيبدا يصنف كل حاجه يعني يبدا يتعرف على كل عنصر فلو مثلا حد جاي يطلع على حاجه ومش طالع بسلم حاجه مطابقه للكود يبدا ان هو يدي انذار حد داخل من غير خوذه يبدا يدي انذار فيبدا ينبهنا لكل حاجه ممكن تحصل اي حد داخل مش لابس زي رسمي او زي قوي او زي الموقع يبدا يدين زور. ده موقع اسمه اوبن سبيس ده بيبقى فيه زي ممكن شخص ماشي ولابس كاميرا 360 ويمشي في المكان ويبدا ان هو يكتب كومنتات. فانا كنت مع الشركه وقلت لهم محتاجين نعمل حاجتين في عشان نطور الاوبن سبيس. اول حاجه ان مش لازم انا اقعد اكتب هو المفروض نحط فيه تعلم آلي بحيث ان هو يتعرف على المشاكل ولو انا عملتها مره هو يبدا يفهمها ويبدا يعملها مره ثانيه لوحده، يعني مش لازم انا كل شويه اقعد اكتب، هو المفروض ان الكاميرا اللي فوق الخوذه 360 في كل تكات فممكن في حاجه انا ما خدتش بالي منها، هو يبدا ينبهني وانا اعمل اوكي دي فعلا غلطه او لا مش غلطه، مع الوقت بيبدا يتعلم. الحاجه الثانيه هو اوتوماتيك يبدا يشوف اذا كانت في حاجه اتبنت ما كانتش موجوده قبل كده، يعني العمود ده اتبنى النهارده، يروح باعت بقى يقول له دي اتعملت النهارده ويبدا ياخد عليها ان دي اتسجلت النهارده في الاكشوال انها اتبنت باليوم دوت فده يوفر وقت على الشخص اللي شغال في البلانر ده اسمه اوبن سبيس كاميرا 360 تبقى فوق الخوذة وانت ماشي بتصور في كل الاتجاهات ده بيخلينا نتابع الموقع ويخلي ويقول لي اذا كانت خلصنا تبع الوقت المحدد ولا لا هل احنا احسن من زمان ولا لسه وهكذا طبعا عندنا التصميم الجرافيك بيقدر يولد الصور يقدر يساعد على التخطيط يقدر يتبع صور كل الحاجات دي يقدر يعملها في برامج كتيرة جدا متخصصة والذكاء الصناعي كل يوم بيكسب أرض جديدة فممكن انت عايز تتعلم ذكاء صناعي هتلاقي ان انت مش محتاج تتعلم برمجة ممكن تتعلم التولز الجديدة عايز تتعلم برمجة يكون افضل طبعا تبدأ تتعلم مثلا لغة زي لغة البايسون تقدر تخليك تعمل حاجه خاصه بيك الميزه ان انت مش هتبدا من الصفر او مش هتعمل تراي ويرور كتير انت ممكن تقول للذكاء الاصطناعي اكتب لي الكود وانت تكون متعلم بس ان انت تعدل بعض الحاجات يعني انا ما بقتش اكتب الكود من الاول انا بقول له اكتب لي الكود وبعد ما بكتبه بعمل بس تعديلات بسيطه وفي لغه ده واحد مصري اللي عاملها اسمه محمود فايد لغه اسمها رينج كنت من ضمن الناس اللي شاركوا فيها يعني او بشرحها دي المواقع اللي لو انت عايز تتعلم برمجة بشكل قوي دي أفضل مواقع احنا متكلمناش عن غير عن حاجات بسيطة يعني اللي هي المهمة بالنسبة لنا لكن في مواقع كتيرة جدا ممكن تكون مفيدة طيب أنا كده خلصت وتمام كنت طولت عليكم ومنتظرين بقى الاسئلة وبعتذر عن اللي حصل في أول المحاضرة وفي انتظار الأسئلة إن شاء الله أولا بشكرك جدا يا مشهورة حضرتك جميلة جدا وبعدين محتاجين بقى سلاسل بقى عن أكثر الذكاء الاصطناعي في العمارة نأخذ مشروع متكامل ونشوفه أنا قريت كده إن الذكاء الاصطناعي إجرام للمعماري وأنا بالفعل أنا دلوقتي بأكد الجملة دي فعلا يعني حاجة فوق رائع جدا شكرا جدا وسايبين الحوار للجميع كده لو حد حابب يسأل حضرتك بأي سؤال. <applause> شكرا يا أستاذ عمر يعني بجد محاضرة شيقة جدا وفيها كمية معلومات كبيرة طبعا هو أغلب الناس بتسأل على البرزنتيشن احنا يعني هنسيبه لهم موجود وهنشيره معاهم تاني حاجة إن المحاضرة أصلا متسجلة وإن هي هتبقى موجودة على الصفحة الرسمية فالناس تقدر ترجع لها في أي وقت محتاجين بس نشوف زمايلنا كده لو في حد محتاج عنده اسئله في الدكتور احمد رافع ايده وفي الدكتور احمد الزيات أه السلام عليكم أكلي... معاك الدكتور احمد القطان انا دكتور زحمه دكتور احمد القطان باشمهندس بش... انا بشكرك اه دكتور احمد القطان استاذ العماره بجامعه الازهر غنى عن آه، انا طبعا بذكرك وانا اتكلمت معاك كتير قبل كده في محاضرات كتيره يعني صحيح يا دكتور استفدت منك بحاجات كتيره جدا لا انا كنت كتير. عايز اسالك آه، يعني انا الران انا اشتغلت بيه كتير بس ما بيعملش اكتر من 10 ثواني هل في برامج تقدر تعمل اكتر من 10 ثواني في الفيديوهات حتى بفلوس آه، آه، لان انا قعدت ادور كتير اشتغلت على حاجات كتيره قوي وفي حاجات آه، حتى انا دخلت على حاجات صيني ايوه كنت يعني لسه اقول لك في حاجات صينيه انا اه في حاجات صينيه آه، 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 فعلا اه لدرجه آه. <ترجمت> ان انا اتعلمت اللغه الصينيه <ترجم> يعني لدرجه ان انا اتعلمت اللغه الصينيه وترجم وبترجم بالشات جي بي تي وبيترجم لي صح جدا وبيتخطب شغل حلو جدا بس برضو في الصين يعني اقصى حاجه انا عملتها كان كان يا ربي حوالي 15 ثانيه و20 ثانيه هل في في حاجه عملوها بس انا اللي انا عرفته أنا حضرت محاضره في ماليزيا في جامعه لين كولين في ماليزيا وكانت المحاضره دي قالوا لا لحاجة وصلت لحاجه توصل لثلث ساعه ونص ساعه مظبوط مظبوط اه بس انا نفسي اعرف وحاولت ان انا اعرف منهم الحاجات دي قالوا لا انت بتدور وبتبحث يعني فحسيت ان الموضوع مخفي ولا مش فاهم لا, لا, لا هو بص اه اتفضل يا دكتور اه يعني في دي لو قدرت ان انت حضرتك يعني تبع... تبعت لي الل... 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 اللينكات مثلا او حاجه زي كده ان شاء الله بفلوس ما فيش مشكله بحيث ان انا عايز اجرب اعمل حاجات كده عايز اجربها بس ايه طبعا يعني بعمل بفضل ارندر في كذا حاجه بس تكون مختلفه نفسي تبقى حاجه في حد مشروع متكامل فاهم حاجة قصدي؟ مظبوط يا دكتور هي الفكره مبنز. كلها المواقع دي كلها سواء الصيني او الـ او واي عنده خطه بفلوس وخطه ببلاش فلما بتشترك بالخطه اللي بفلوس بيبدا يرفع لك الـ الـ الوقت بتاع الفيديو او حاجه تانية بقى ان حضرتك تسطب الذكاء الاصطناعي عندك على الجهاز تمام ساعتها بيبقى مفتوح معاك بشكل اكتر يعني في موقع مثلا في برنامج في حاجة كتيرة جدا بتسطب بيها الذكاء الاصطناعي من غير ما تكتب كوت تمام منهم مثلا حاجة اسمها بينوكيو تمام بينوكيو بينوكيو ده عبارة عن برنامج لما بسطبه بيبدأ ان هو يقول لي عايز تثقب برنامج ايه من انواع الذكاء الاصطناعي، عنده مثلا ديفيوزر ايمج مثلا ديفيوزر ايمج ده من اقوى الحاجات اللي بتعمل صور. فهو بيبدأ يبقى عندي على الجهاز، فانا مش مرتبط بوقت تمام؟ او مش مرتبط ب بان انا اعمل كام صوره في اليوم، انا مرتبط بحاجه واحده بس اللي هي قوه الجهاز عندي، يعني لو انا قوه الجهاز عندي ضعيفه هياخد وقت على ما يعمل الصوره، تمام؟ عندي مثلا ده ده دي, دي من ضمن دي الحلول هتلاقي حاجات خاصه بالفيديو كتير جدا هنا هتبقى مفتوحه معاك تقدر تعمل فيديوهات طويله قصيره زي ما انت عايز تمام هتلاقي حاجات خاصه بالصوت حاجات خاصه بكذا الميزه ان هو عندك على الجهاز فانت ممكن تقول له اعمل مثلا فيديو وتسيبه مثلا ساعه ساعتين ترجع تلاقي عمل لك فيديو لمده ثلث ساعه تمام فبالنسبه لك يعني بالنسبه لحد مهتم بموضوع الذكاء الاصطناعي هتبدا طبعاً عندك هو ياخد تقريبا مثلا 10 جيجا حاجه زي كده لكن الفايده بتاعته رهيبه جدا اللي هو ايه اللي هو بينوكيو بينوكيو عباره عن برنامج صغير بيبدا يجيب لك كل انواع الذكاء الاصطناعي تدوس عليها يروح مستطبه يعني تقدر تسطب له مثلا فيديو تو اوبن بوس تقدر تسطب له تبدا تشوف اي واحده فيهم اللي بتاعه الفيديو ده فري أه تقريبا 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 كلهم فري يعني تقريبا كلهم فري ليه فري لان كلهم مرتبطين بموقع اسمه هاجينج فيس هاجنج فيس في كل الناس اللي عايزه تطبق حاجه هاجنج فيس واحد عايز يعمل برنامج فبيبدا يرفع عليه ويبدا الناس تجرب فيه تقريبا 100% فري في 100% من على المواقع اللي هي بنوكيو فري المهم الجهاز بتاعك يكون قوي يبدا يستحمل حاجه زي كده تمام اجربه واقول لك باذن الله هو في كذا برنامج بيستطب بس ده يعني اشهر واحد يعني اه اه تسلم يا <تسلم> باشمهندس عمر امرك يا دكتور عايزين نشوفك لما تيجي مصر ان يا ريت يا دكتور تبقى تشرف يا دكتور مش كل دوحه دوحه شكرا شكرا ماشي شكرا جدا شرفتنا وشكرا يا باشمهندس الدكتور <applause> احمد الزهيات مساء النور مساء النور يا دكتور الو مساء عايش معلش الخط قطع اه شكرا لحضرتك طبعا شكرا شكرا باشمهندس عمر على المعلومات القيمه ارهقتنا معاك في في كم البرامج ما شاء الله ومش مش عارفين نلاحق على التطور الفظيع اللي حاصل بالنسبه للاي اي وهو مجال اكيد يعني لا نهايه له طبعا وطبعا بشكر طبعا المنظمين مهندسه فاطمه ومهندس محمود العربي وكل لجنه الندوات الحقيقة بس انا عايز يعني ايه اتكلم في نقطة محددة وواضحة آه فكرة التخوف الدائم اللي موجود عند المعماريين من ان الاي اي هو اللي هيقوم بدور المعماري بعد كده او هيتقلص دور المعماري هو دايما دور المعماري آه رايح في منطقة الابداع وبيتميز لما بيوصل لمنطقة الابداع وكل اللي ظهر من التولز المختلفة طبعا تول الاي اي مختلفة تماما واحنا كلنا مدركين عن ما سبق من كل البرامج وكل الامكانيات المرتبطة الافكار فور. ولكن التطور اللي بيحصل واللي حضرتك بتعرضه النهارده لو ما كانش المعماريين قادرين واحنا كلنا قادرين على ان احنا نتعلمه ونبدع في استخدامه فاحنا بالتالي هنبقى قدام المنتج الاولي اللي بيظهر من الاي اي فهو تول كويسه نقدر ان احنا او المعماريين بصفه عامه كلهم يقدروا ان هم يظهروا اكثر امكانيات ابداعهم في اظهار الفكره المعماريه او في الوصول للفكره المعماريه اللي ممكن الادوات السابقه او ادواتنا التقليديه ما تقدرش ان هي تطلع الفكره نفسها فيعني انا بس بوضح نقطه معينه ان احنا مش عايزين نبقى بنتعامل مع الاي اي في منتجه الاولي او في الظهور الاولي ليه بمرحله ان احنا اللي نبدع او ان احنا نكون شايفين ان هو كده ابدع وهي دي نهايه الفكره او نهايه الابداع المعماري لازم ان احنا ن... يعني نضغط اكتر ونطلع الفكره اللي احنا عايزينها اكتر وده لازم يكون مبني على معرفه يعني الكلمه البسيطه اللي هي البرومبت اللي بيتحط او الداتا اللي بتتحط عشان تطلع الفكره لازم تكون هي دي اللي فيها المعرفه الحقيقيه ويكون عندنا كمان ادراك ان احنا نقدر نميز المنتج ما بين ان هو منتج حقيقي ولا في حاجه الاي اي بيوجهنا لها لان هو عنده القدره الكبيره ان هو بيتعامل مع البيج داتا ويقدر يعمل لها كلاسيفيكيشن ويدينا المعلومه اللي احنا بندور عليها او يحيد بينا عن المسار شوية ولازم احنا نكون عندنا من الوعي ان احنا نقدر نعمل اورينتيشن ده يعني انا مش سؤال هو تعليق فانا بشكر حضرتك تاني وبشكر المجموعة والحضور وهو موضوع مهم وحضرتك يعني ليك باع كبير فيه ويعني الامباكت بتاع ده باين على ما شاء الله عدد الحضور وعدد الاهتمام بالموضوع وبان الناس تحضر المحاضرة مع حضرتك يا عمر شكرا ليك كتير جدا. الف شكر يا دكتور الله خير. شكرا دكتور احمد. شكرا جدا دكتور احمد الزيات استاذ العماره والتخطيط في فنون جميله اسكندريه ورئيس شعبه المعماريه دكتور احمد دايما بيعمل سبورت ودايما بيدعم الناس في الشعبه يعني بصراحه انا مبسوط وانا شغال معاه دايما كده سبورت للناس الدكتوره هبه محروس هي وكيل وكيل لجنه الندوات من الناس النشيطه جدا الموجوده معايا اتفضل دكتور شكرا باشمهندس محمود اولا باشمهندس عمر شكرا جدا على المحاضره وشكرا على ان اول محاضره تبقى بهذا التميز ولازم اعيد الفضل والشكر فيه للجنه الندوات باشمهندس فاطمه وباشمهندس محمود اختيار حضرتك في بدايه الندوات يعني ادى طاقه ايجابيه كبيره جدا جدا لما هو قادم ان شاء الله وكالمعتاد دي مش اول محاضره بسمعها لحضرتك كالمعتاد دايما محاضراتك متميزه ومهمه جدا انا ليا تعقيب هأكمل جزء من كان بيتكلم عليه دكتور احمد دلوقتي وهذا التعقيب يعقبه السؤال برضو لحضرتك يا باشمهندس الخطوه الاولى هي لازم تكون للمعماري الاي اي عمره ما هيبدا ياخد اي خطوه حتى لو فيها تطبيق اسرع او قوي او مميز الا لو كان المعماري هو اللي بيديله هذه الخطوه فدور المعماري ما اعتقدش أنه هو هيجي عليه وقت ما يبقاش موجود آه، فدي حاجه تبقى مطمئنه احنا بنتحرك بسرعه ايوه بس اكيد المعماري بابداعه وبتفكيره هو اللي هيحرك هذه الاليه انا شايفه الاي اي هي اليه سريعه متمكنه آه، تقنيات متميزه بتزيد او بتهون على المعماري خطوات كثيره جدا الجزء الخاص بالسؤال باشمهندس عمرو هو دلوقتي بيتحرك بسرعه وبيحقق السهوله ايه الشيء الصعب اللي قدام الاي اي يعني حضرتك اكتر حد تقول لنا ايه الحاجه اللي لسه صعبه قدام الاي مش هيقدر ايه يتعداها او مش هيقدر ان هو يحلها بسهوله بسهوله مع التقدمات الرهيبه جدا في البرامج اللي ما شاء الله بشكل سريع في كل التخصصات ايه الحاجه اللي لسه صعبه الاي مش هيقدر ان هو يتخطاها وزهرة خلال الفتره دي شكرا جزيلا <applause> مره اخرى جزاكم الله كل خير يا دكتوره أه كان في بس حد بعت سؤال هيبقى أه داخل في ضمن الرد على السؤال آه في حد بيسأل لو شخص عنده فكره جيده عن استخدام الذكاء الاصطناعي هو مش معماري وشويه معلومات عن المباني هل هيقدر يعمل شغل زي المعماري باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ طيب هقول لحضرتك حاجه بسيطه آه حصل حقيقي ان ليا صديق مهندس وعمل حادثه فجاب لي, بعت لي صور اشعه وقال لي اسال لي الذكاء الاصطناعي على الأشعة ديت ويكتب لي علاج أو يقول لي أعمل إيه أو حاجة زي كده فأنا قلت له أكيد طبعًا لأ لأن أنا مش متخصص لو قدر الذكاء الصناعي ده عمل خطأ أنا كده هتحمل الخطأ دوت بمعنى إيه إن أنا لو دكتور هفهم وأقول له لأ ده الإجابة دي خاطئة أنت ما فهمتش الصورة دي وأقول له صلح لي الموضوع دوت لكن لان انا مش فاهم ممكن اخد الاجابه واخد دواء غلط يعني هو ممكن يشوف مثلا في شرخ في الصوره مش في الرجل نفسها فهو يقول لك لا ده في مشكله ولازم تجبسها وحاجه زي كده مش قادر يكتشف هو ذكاء الصناعي قوي في نقطه ان هو بيتنبا بالمرض قبل ما يحصل دي نقطه قويه جدا عند الذكاء الصناعي لكن تشخيص المرض او كذا فلا الانسان حتى الان اقوى بنسبه معينه فتخيل المعماري مثلا حد قال لك بدل ما اجيب مهندس معماري انا هخلي الذكاء الصناعي يعمل لي حاجه عمل له البيت وتصميم لكن ما عملوش ابواب خالص او ما عملوش شبابيك او عمل حاجات مخالفه للقوانين او ما اطلعش على قوانين هيعمل لي تصميم خطا ليه المعماري هو اللي لازم يقود الليله زي ما قلنا لاعب الشطرنج قال لك احنا لازم نعمل تيم لكن اللي ياخد القرار في الاخر هو الانسان فحتى الانسان الان الانسان اقوى في فكره ان هو يقدر يتعامل مع العميل يقدر يقعد مع العميل يقدر يفهم منه بشكل افضل هو بيفكر في ايه هو عايز ايه يعني انا مش عندي تصميم جاهز بحطه لا انا لازم اقعد مع العميل وابدا افهم منه بيفكر في ايه واركز على ان انا اعمل حاجه تكون تصميم كويس تصميم صديق للبيئه مطابق للقوانين حاجه يعني زي مثلا المسابقه اللي حصلت في الامارات ان هو عايز يعمل فيلا وكررها يكون فيها افكار استدامه ويكون فيها افكار جديده و والحاجات دي كلها فاقوى حاجه الانسان فيها ان هو يقدر يتعامل مع البشر ويقدر يفهم عايزين ايه ويقدر يتجاوب معاهم ويقدر ان هو آه بعد ما يوريهم تصميم يقولوا لا عدل دي فيبدا ان هو يفهم عايزين ايه ويبدا ان هو يعدل لكن ده مهما اتطور في الذكاء الاصطناعي مش هيقدر يحل محل الانسان في ان هو يتعامل مع الانسان يتعامل مع البشر آه فكل واحد ليه نقطه قوه ونقطه ضعف فاحنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نستخدم نقطه القوه في الذكاء الاصطناعي لصالحنا ونخليه يوفر علينا وقت نخليه يعني ممكن يكون عندك كميه داتا كبيره جدا اقول له ابدا ان هو ادرس لي ويوجد لي نقطه القوه اللي موجوده ممكن ابعت له تصاميم مثلا لكل المباني اللي في العصر المملوك اللي في مصر واقول له وجد لي افضل الحاجات او افضل التقنيات عشان اقدر ان انا استخدمها فدي هتبقى حاجه ممتازه جدا يعني أه، ولو حد استخدم ذكاء صناعي وهو مش فاهم في الحاجه دي ممكن يعمل مشاكل يعني لو انا مثلا مش فاهم في فكر الفلسفه او في منهج الفلسفه وحاولت اعمل كتاب في الفلسفه واخطا اخطاء يعني وارد ان الذكاء الصناعي يعمل اخطاء لو انا مش فاهم في الفلسفه هنشر الكتاب بالاخطاء اللي فيه يعني لو انا خدت الكتاب مثلا و... وقال ان حسب فتحي ده من ضمن المدرسه مثلا الخاصه بالتفكيكيه او كذا او كذا لازم اللي يستخدم الحاجة أو يكون عنده خلفية معينة تبدأ تنبهه إذا كان في مشكلة يبدأ إن هو يتعاون مع الذكاء الصناعي في إن هو يوصل لأفضل حل بس يا دكتور جزاكم الله كل خير تمام يا يعني بصراحة كانت محاضرة شيقة جدا استفدنا بيها كم معلومات كبير زي ما حضرتك قلت كده هو في بالنسبه للذكاء الاصطناعي احنا عندنا لا غنى عن المعماري يعني انا كنت بحاول ان انا اجرب الذكاء الاصطناعي مثلا لو انا عندي عامل عايز اعمل برزنتيشن هقعد مع كلاينت افرجه على حاجه معينه فكان عندي 3 دي ف 3 دي لسه ما اترندرش فاينل يعني فكتست رندر وبعد كده دخلت على المواقع بعض المواقع اللي حضرتك دخلتها فاكر اسامي قوي وعملت ريندر فهو الثاني، الثاني اشكال مختلفه بفرنتشر مختلف في, 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 في شكل قشره من الخشب بالوان ما, ما كنتش عايزها هي ديت يعني طبعا بس كان ايه كان كنت انا مضطر ان انا اعمل حاجه زي كده بحيث ان انا يبقى عندي برزنتيشن اقدر افرج العميل عليه وبعد كده اتغير فهو ساعدني جزئيا على حاجه معينه بس ما قدرتش اوصل للتفصيلة اللي انا عاملها زي ما بكون انا شغال على ال 3 دي وال 3 دي ماكس وفي الاخر بختار الماتيريال وبشوفها قدام عيني وبمسك الحاجه وبعمل منها عينه وبتفرج عليها هو في الاخر انا عايز هو في الاخر المعماري هو بيبقى بيتحكم في الحته ديت زي انا برضو انا بعمل الديزاين انا حاسس بكل فراغ حاسس بحركتي في الفراغ إيه بيه. الاي اي مش هيقدر يعمل الكلام ده الا لو انا اديته وصف دقيق لي إيه للموضوع إيه في اي حد من الزملاء محتاج ان هو إيه إيه يسال حاجه او يستفسر عن حاجه قبل إيه ما ننهي المحاضره وانا بس كنت عايز اقول حاجه بعد اذنكم يعني بخصوص الذكاء الاصطناعي هو طبعا الذكاء الاصطناعي في البدايات يعني كتقنيه تقنيه لسه في بدايتها بس المخيف فيها ان هي بتطور نفسها بسرعه فائقه وما لهاش حدود يعني يعني ما اقدرش انا اقيس انا ممكن اقدر اقيس ذكاء البني ادم لكن انا مش عارف اقدر اقيس الذكاء الاصطناعي ده وصل لفين وان هو تعلم الاله ده او التعلم المستمر للاله إن هو طبعا بيكتسب الخبرات مننا، انا لما اجي احمل له سكتش مثلا بطريقه معينه او بحاجه معينه هو بيحفظها بيحاول ان هو ايه يزود عليها ويضيف عليها وانا ابتدي محاولات كتيره واحرق في كريديتس كتيره هو بيساعد ان هو نفسه ان هو يشتغل، اما بخصوص البلانز واحساسي بان انا ممكن ان انا اغير البلان او الكلام لا خلاص انت دلوقتي في برامج وقالها المهندس عمر ان في برامج دلوقتي انت ممكن تغير في شكل الفراغ في برنامج كمان يعني بينزل على الاوتوكاد بيغير لك بيقول لك والله انت عايز البلان شكله عامل ازاي والقطعه شكلها عامل ازاي وتقدر تلعب في المسطح بتاعها وتفرشها كمان ازاي واختياراتك في فرش الايه وده موجود في الاي اي ايه اللي هو 2025 الاوتوكاد 2025 يعني بيتحط في 2025 فكل الكلام ده كله انت اصبح ان انت لازم تكون عارفها انت كمعماري ده وجهه نظري ان هي تولز هتساعدك وتدي لك نوع من انواع البراح في الافكار والجينيريت في الافكار لكن قصه ان انا المتحكم انا حاليا المتحكم لكن انا وجهه نظري ك يعني كمستخدم للاي اي بقى لي أكتر من سنتين لا حاجه مخيفه وممكن تقعد مكانك ممكن اي حد مش متخصص في العماره يبقى متخصص في العماره باستخدامه الشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي بطريقه بطريقه تنقو... ما وشكرا جزيلا انا اسف جدا يا شكرا شكرا يا دكتور استاذن بس حضراتكم طبعا انا بعتذر جدا كان المفروض ان احنا نعمل لينك حضراتكم تكتبوا عليه الاسم احنا ه... بصدد ان احنا هنعمل شهاده هتتبعت لكم على الواتساب اونلاين باسماء الحضور فاللي حابب ان هو يحصل على شهاده آه هيكتب الاسم بس هنا ثلاثي هنجمع الاسامي كلها ونعمل شهاده باسماء الناس كلها. آه اي حد عنده اسئله ثانيه قبل الحضرة؟ آه ما ننهي المحاضره؟ لا لا مفيش طيب هو المهندس عمر عمل عمل عمل, عمل وي ترانسفير وحط في الشات المحاضره البي دي اف فاي حد محتاج ان هو يعمل لها داونلود ينزلها تاني حاجه الندوه مسجله موجوده هتنشر على الصفحه بتاعه الشعبه ان شاء الله باذن الله برضو يكتب الاسم ثلاثي ان شاء الله باذن الله نعمل شهادات وهنبعتها لكم تبقى موجوده معاك هنبعتها لكم على الواتساب كل واحد بس استاذنك طبعاً الاسم ورقم التليفون والشعبه بتاعت حضرتك. ااا إيه، احنا مش هنقفل لحد ما حضرتك لكم تخلصوا او الناس تخرج. إيه، بنعتذر طبعاً ان ان مفيش إيه فورم كتبنا فيه الكلام دوت. وشكراً جزيلاً لحضرتك. استاذن برضه حضراتكم اللي كتب الاسم ممكن يعمل عليه فلاي يحط رقم التليفون علشان نقدر نبعث له الشهاده واتساب ومرة أخيرة برضو كل الشكر لحضراتكم على على الحضور القوي دوت لأول محاضرة لجنة الندوات يعني حاجه محترمه جدا ومقدره جدا وكل شكر لصديقي العزيز عمر يعني شكرا جزيلا وان شاء الله باذن الله نرتب حاجه قوية باذن الله تاني يعني نتكلم فيها عن البيم وتطبيقاته واستخداماته في العماره باذن الله شكرا لحضراتكم مره ثانيه